مشاهدينا الأكارم، أهلا بحضراتكم لهذه التغطية المستمرة على شاشة القاهرة الإخبارية لتطورات الأوضاع في السودان على مدار الساعة. هذه التطورات وهذه الأحداث التي بدأت قبل 5 أيام تحديدا في تمام الساعة 9 من صباح السبت الماضي 15 من شهر أبريل ليلاس. نعم أحمد، أهلا بك وأهلا بكم مشاهدينا. كما ذكر بشتو، نحن مستمرون معكم في هذه التغطية المباشرة والمستمرة على شاشة القاهرة الإخبارية عاصمة الخبر. كما هو معلوم، التطورات في تسارع في السودان. هناك بيانات متلاحقة ربما من القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، سنوافيكم بكل جديد خلال هذه التغطية على مدار 3 ساعات. أنا ليلاس كفوزي وزميلي أحمد بشتو. أكثر من 3 سودانيين يعيشون على سماح هذا الوطن. لضمان بناء جيش وطني واحد يحافظ على أمن واستقرار البلاد. تجددت الاشتباكات في السودان بين القوات المسلحة وميليشيا الدعم السريع في الخرطوم. يعد اليوم هو اليوم 5 في المواجهات بين الجانبين. تتركز الاشتباكات إذن في محيط القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، حيث سمع دوي انفجارات وأصوات لتبادل إطلاق النار في المنطقة. كانت ميليشيا الدعم السريع قد خرقت الهدنة المعلنة بين الطرفين. قام الجيش السوداني ببث فيديو يوضح خروج مسيرة كبرى بولاية النيل الأزرق لمناصرة ودعم القوات المسلحة في عملياتها العسكرية ضد ميليشيا الدعم السريع. وقد أعلن الجيش السوداني في بيان له عن قيام رئيس دائرة التدريب في ميليشيا الدعم السريع اللواء ركن محمد أحمد عباس أنور ناصر بإنهاء انتدابه وتسليم نفسه لسلاح الإشارة وانضمامه للقوات المسلحة السودانية. كذلك المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية أكد أن الجيش مستمر في تأمين مبنى القيادة العامة وأداء مهامها. وأشار المتحدث إلى أن ميليشيا الدعم السريع لم تتح الفرصة لتنفيذ الهدنة، مؤكدا أنها قامت بخروقات في الخرطوم ومراوي. وقد قالت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية إن ميليشيا الدعم السريع قامت بخرق الهدنة التي اقترحتها أطراف دولية، مؤكدة أن مناوشاتها لم تتوقف في محيط القيادة العامة للجيش. وذكرت القوات المسلحة السودانية في بيان لها أن الموقف العام مستقر باستثناء مناوشات محدودة في محيط منطقة القيادة والمطار. وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية إن المرحلة الثانية لعملية تأمين المناطق المحيطة بالقيادة العامة وصولا إلى وسط الخرطوم قد بدأت بالفعل. أشار البيان إلى هروب ميليشيا الدعم السريع من مطار مروي ومحاولتهم القيام بأعمال سلب ونهب بالمدينة، وذلك ما استدعى التعامل الحاسم مع من القوات الجوية أدى إلى تكبدهم خسائر فادحة. إضافة إلى أن هناك معلومات دقيقة ومؤشرات قوية بتورط أطراف إقليمية ومحلية سيتم الكشف عنها في الوقت المناسب.
وقد قال الجيش السوداني إن ميليشيا الدعم السريع تستخدم المدنيين كدروع داخل مدينة الخرطوم. هذا وأكد الجيش السوداني أيضا أنه رصد ووثق عدة انتهاكات ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع بحق المدنيين، أبرزها التحصن في العديد من مستشفيات الخرطوم واستخدامها كقاعدة لهجماتهم، هذا فضلا عن تمركز الأسلحة الثقيلة داخل شوارع الأحياء السكنية واقتحام منازل المدنيين واستخدام أسطحها كساحات للقناصين، بالإضافة إلى رفض السماح للمواطنين بمغادرة الخرطوم بخرق الهدنة الإنسانية لاستخدامهم كرهائن لأطول فترة ممكنة والاعتداءات على الدبلوماسيين بالخرطوم. وفي خبر عاجل وردنا الآن مشاهدينا الكرام، أعلنت طوكيو أن وزارة الدفاع اليابانية بدأت الإعداد لإجلاء رعاياها من السودان، حيث قال المتحدث باسم الحكومة اليابانية أن وزارة الدفاع اليابانية بدأت الاستعدادات لأجل مواطنيها أو لإجلاء مواطنيها من السودان. هذا وقد طلب وزير الخارجية من وزير الدفاع استخدام طائرة تابعة لقوات الدفاع الذاتي في عملية الإجلاء، وأكد المسؤول الياباني أن الحكومة ستواصل بذل قصارى جهدها لضمان سلامة وإجلاء المواطنين اليابانيين، وذلك بالتعاون الوثيق مع مجموعة السبع ودول رئيسية أخرى، واضحا أن نحو 60 يابانيا موجودون في السودان وجميعهم بخير. للمتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الخرطوم الأستاذ خالد الفكي الكاتب والباحث السياسي. أستاذ خالد، يعني الأوضاع الإنسانية باتت أكثر صعوبة الآن لدى المواطنين داخل الخرطوم، هناك ربما أخبار عن خروج بعض العوائل من الخرطوم إلى مناطق أكثر أمنا خارج العاصمة، أيضا ربما الحديث الآن عن قرب نفاد الطعام في المنازل بسبب عدم قدرة المواطنين على الخروج للإتيان بما يحتاجونه من طعام أساسي، فبالتالي الدائرة تزيد اختناقا على المواطنين، الحالات الإنسانية تزداد أيضا اتساعا. كيف هو الوضع الآن مع اليوم الخامس لهذه الأزمة؟ نعم، يعني يبدو أن ما ذهبت إليه هو الصحيح، أحس أن الخناق يضيق على المواطنين الذين هم يعيشون في أوضاع إنسانية صعبة في ظل انعدام الخدمات الأساسية المتعلقة بالمياه المتوفرة، المياه الشرب الصحية، وبعد أن استهدفت على حسب ما قالت مصادر متعددة وزارة الدعم السريع عدد من محطات المياه في دار الخرطوم مما أدى إلى عطل في المحطات وبالتالي صعوبة المواطنين في الحصول على المياه النقية للشرب. فضلا عن ذلك أيضا هناك اشكاليات تتعلق بالكهرباء وتذبذب التيار، وفي بعض المناطق ربما انقطع منذ الوهلة الأولى للاشتباكات ولمدة 4 أو 5 أيام هناك أحياء دون أي كهرباء. زيد على ذلك أيضا خروج نحو 40 مستشفى من الخدمة بسبب تضررها مباشرة بالاشتباكات ووقوع دانات أو غزائر ثقيلة عليها مما أدى لخروجها من الخدمة، وعلى رأسها مستشفى الشعب الذي هو أحد المستشفيات الكبرى جانب مستشفى الطوارئ في الخرطوم، وهؤلاء أو هاتان المستشفيتان تقع ضمن دائرة الاشتباكات وعلى مقربة لا تبعد أقل من نصف كيلو من القيادة العامة. فهذا كله دعا المواطنين أو بعض الأسر تذهب في سبيل إخلاء منازلها واللجوء إلى الولايات القريبة، سواء كان الذهاب إلى غريبهم أو أصدقائهم
حتى تقف هذه الحرب التي يبدو أنها تتمدد في كل لحظة، حيث الآن أتحدث إليك ومن خلال مصادر متعددة تحدثت إليها قبل هذا المواجهة معكم، أن الآن المعركة على أشدها بين الدعم السريع والجيش في محيط القيادة، ربما هي معركة استرداد أو دفاع أو هجوم، لا ندري بالضبط لأننا كإعلاميين ومراقبين يصعب علينا أن نكون حضور بالقرب من دائرة الاستباقات. على العموم الوضع الأمني والأمن طب دعنا نعود أستاذ خالد ربما معك للوضع الأمني وربما الوضع الميداني أو العسكري على الأرض. بشتو زميلي ابتدى معك أستاذ خالد بربما الوضع الإنساني اليوم في السودان عموما، وهو وضع كما ذكرت أصبح كارثي يعني إلى حد كبير، ولكن أريد الآن دخول معك في نقطة أخرى هي الوضع السياسي. ربما بالأمس كان من المفترض أن تدخل الهدنة المقترحة دوليا حيز التنفيذ، كانت بطلب دولي لمدة 24 ساعة فقط لسماح الإمدادات المصابين وما إلى ذلك يعني من أمور إنسانية، ولكن هذه الهدنة فشلت وتعثرت حتى في الساعة الأولى. سؤالي لك أستاذ خالد، ربما يعني هل نتوقع ربما هدنة أخرى في وقت قريب، إمكانية لأي تسوية سياسية ربما على أرض الواقع بين الأطراف الموجودة على الأرض اليوم بعد فشل هذه الهدنة؟ نعم، يعني أنا قبل أن أجاوب على الشق السياسي المتعلق بالتسوية السياسية، دعيني ألفت انتباهك ولعناية مشاهدي قناة القاهرة الإخبارية، أشير إلى أن الهدنة التي أعلنت بالأمس والمتضرب 20 ساعة وبدت في 6 مساء هي قد انهارت منذ اللحظات الأولى بسبب تجدد الاشتباكات بين الطرفين، وربما ذلك لثلاث أسباب رئيسية في اعتقادي وأظني، أن إعلانها لم يأتي متواصلا من الطرفين بل جاء مسبقا من غير الدعم السريع حميتي الذي قال أنه وافق على دعوة بلينكين وزير الخارجية الأمريكي لتهدئة الأوضاع والهدنة، فإذا هي هدنة أحادية. الشيء الآخر، هذه الهدنة لم تحدد أي مسارات آمنة لخروج العالقين أو لإدخال وإيصال المزعفين إلى الجرحى أو نقل الجثث التي تتناثر في محيط القيادة، وأيضا ربما سبب ثالث أدى لانهيار هذه الهدنة هو ما يتعلق عدم وجود فرق للرغابة الإقليمية والدولية حتى تستطيع التحقق من أي خروجات تحدث من الطرفين. إذن الآن لا أعتقد أنه الهدنة هذه هي عبارة عن استهلاك سياسي، ولكن لا وجود لها على أرض الواقع أو هي ملموسة بشكل فاعل. أما فيما يتعلق بالسؤال حول استئناف العملية السياسية والوساطات، أقول أن الآن يبدو أن الطرفان يتحاوران، ولكن من خلال لغة البندقية، من خلال لغة الطيران، من خلال لغة كافة مختلف الأسلحة المتوسطة والصغيرة والخفيفة، فيبدو أن لا مجال لسماع أي صوت على الأقل في المرحلة هذه. فأعتقد أن كل طرف يحاول أن يرغب من خلال البندقية، حتى إذا ما عادوا لقاعات التفاوض تكون هناك كروت ضغط يمكن أن تمنحه نقاط في التفاوض. هذا هو رأيي فيما يتعلق بالعملية السياسية. بالتالي أعتقد أنه لا أرى يعني أي رؤية أو رغبة للطرفين في الدخول في مبادرة، ولكن هذا لا يمنع أن تكون هناك مبادرات على المستوى الإقليمي، حيث أننا شهدنا وسمعنا أن الرئيس المصري السيسي يعني ذهب في اتجاه دفع الأطراف السودانية نحو تهدئة الأوضاع وفتح مسارات، وسمعنا أن ربما تكون هناك مبادرة مصرية بفتح الحدود السودانية المصرية لمدة 48 ساعة لإيصال المساعدات، وربما يعني تكون هناك جسر للحالات الإنسانية الحرجة التي تحتاج إلى علاج. وأعتقد أن السيسي يظل مهتم بما يدور في السودان، لأن العلاقات بين البلدين، فضلا عن ذلك الخرطوم تعتبر عمق استراتيجي للقاهرة، فأي اضطرابات أمنية
دون شك تؤثر على الحدود البلدين، خاصة أن الآن في هذه الأجواء لا يستبعد مشاط بعض القلائل الإرهابية والجماعات المتطرفة التي يعني على الأقل كلنا نعلم أنه خلال العام 2012 كانت هناك بعض الجماعات الإرهابية المصرية من سيناء دخلت إلى السودان، وشهدنا كيف أن الأمن المصري كان يلاحق هؤلاء ويطالب الخرطوم في وقت سابق باستعادتها، ولكن تعنت الرئيس البشير والنظام الأيديولوجي الأخواني كان يحول دون أن تكون هناك علاقات جيدة بين كل من القاهرة والخرطوم. فإذا الآن ربما المبادرة المصرية تجد أذان واغي ساغية إذا ما التزم الطرفان برهان وحميتي بضرورة توقف العدائيات، وخاصة أن هذه المبادرة ربما تكون هي الأكثر جدية ورغبة في فتح المجال أمام السودانيين لتهدية ومنح بلادهم استقرار جديد بعد ما نشهده من تدهور ربما يعني يسب في اتجاه الحرب الأهلية. نعم. وهذا يعني يجعل الإقليم على حافة الانهيار والاشتعال وليس السودان وحده. أستاذ خالد، إيصال هذه المساعدات عبر الحدود ربما سيكون مرهونا بإسكات البنادق على الأقل في المسارات التي تتحرك فيها هذه المساعدات، في ظل هذا التوتر، ربما في ظل بنادق في أيدي أطراف متعددة، ربما أطراف خفية، كيف يمكن ضمان وصول هذه المساعدات بشكل آمن؟ كيف يمكن ضمان أمن من يصلون بهذه المساعدات إلى مستحقيها بالفعل؟ والآن في هذه اللحظات يصعب على المواطن السوداني الخروج من بيته للإتيان باحتياجاته، فما بالك يعني بوضع أمني شديد الخطورة في هذه الحالات؟ من الذي يضمن في هذا الصراع المحتدم أمن وصول هذه المساعدات من مصر أو حتى من غيرها؟ نعم، يعني أنا أعتقد الضمان الرئيسية هي الإرادة التي يجب أن تتوفر لدى البرامج الحميتي في مدى تسهيل الأزمة واللجوء للحوار، لأن يعني شاهدنا على مر التاريخ أن كافة الحروب لا تكون بمنتصر وخاسر، وإنما تكون من خلال لغة الحوار والاجتماع بصوت الحكمة والعقل. وربما في أفريقيا هناك نموذج رواندا، حرب الأهلية التي حفظت من أرواح الرواندين لن تنتهي إلا من خلال الحوار، فبالتالي هناك فرصة ماثلة للسودانيين خاصة برهان الحميتي لإيقاف الحرب والاجتماع للعقلاء على مستوى الوطن أو الإقليم أو المجتمع الدولي الذين يرغبون خيرا بالسودان. فبالتالي إذا ما كانت هناك إرادة حقيقية يجب عقب ذلك الاستماع لتفاصيل وبنود هذه المبادرة المصرية التي أنا أعتقد أنها يمكن أن تحدث اختراقا بحسبان أن الآن على الأقل الحرب ليس منتشرة بشكل كبير على مستوى الحدود أو المناطق الأكثر غربا لمصر الناحية، أو على الأقل نقول الولاية الشمالية وولاية نهر النيل خاصة بعد تحرير الجيش السوداني لمطار مروي. فبالتالي أعتقد أن المطار يمكن أن يكون هو محطة جيدة لإيصال المساعدات ثم نقلها إلى الداخل السوداني، ولكن هذا الأمر يحتاج إلى إرادة وطنية سودانية ويحتاج إلى تنسيق دقيق من كافة الأجهزة سواء كانت وزارة الخارجية أو وزارة الدفاع أو جهاز المخابرات أو وزارة الصحة أو جهاز ذات الصلة التي يمكن أن تسهم في إيصال المساعدات وتوزيعها إلى المنكوبين داخل الخرطوم وتحديدا ولايات الخرطوم التي هي الآن تعاني ما تعاني في ظل خدمات أشرت إليها بدلاً. نعم أستاذ خالد، يعني ذكرت خلال حديثك في بدايته بأنه ربما الطرفان اليوم يتحاوران من خلال لغة البندقية، من خلال يعني ما يحصل اليوم من أحداث على الأرض، وأنه لا يوجد حل ربما إلا عند توفر إرادة سياسية لدى الطرفين. في ظل الأوضاع الراهنة والمعطيات اللي لدينا على الأرض بعد فشل الهدنة بالأمس، واليوم يعني المتحدث باسم الجيش السوداني يعلن بأنه ميليشيا الدعم السريع،
لم تتح الفرصة لاستكمال هذه الهدنة، هناك استكمال لهذه الأحداث والاشتباكات في محيط القيادة العامة. ما هو ربما التصور، أريد منك يعني تصور لحل من الممكن أن ينهي هذه الأزمة ويدخل البلاد مرة أخرى إلى المسار السياسي السلمي وإلى طاولة المفاوضات، هل لديك أي تصور لحل في السودان اليوم؟ نعم، يعني أنا أعتقد التصور والمقترح الذي ينبغي أن يكون بدءا هو بعيادة السودانيين في المقام الأول، فبالتالي اللجوء للحوار هو السبيل الرئيسي. ربما يعني يخفى عليكم أو يخفى على المشاهد الذي يتابعنا حجم الضرر الذي طال الخرطوم، خاصة المرافق الاستراتيجية سواء كانت وزارة الدفاع أو القصر الجمهوري أو الوزارات المرافقة، مما أدى إلى تعطيل وتخريب البنى التحتية بشكل قد يكون يتجاوز المدة 95%. فضلا عن ذلك أيضا الضحايا في البشر، الآن هناك عدد كبير من القتلى لا تستطيع فرق الإسعاف الوصول إليهم ونقلهم إلى موارد جسامينهم أو نقلهم إلى المشارح، بجانب أيضا عدد كبير من الجرحى، يعني حتى الأحصائيات غير دقيقة بشأن الجرحى من العسكريين والمدنيين. فيظل المقترح الرئيسي هو إيجاد مقاربة بين عبد الفتاح البرهان وبين حميتي، هذا يعني لا بد منه. استمرار الحرب يعني هو خسارة للسودان، خسارة للسودانيين، خسارة للإقليم، خسارة للمجتمع الدولي الذي يعني فيما بعد يضطر إلى دفع أموال ضخمة لإعادة إعمار السودان، وستتحمل دول الإقليم سواء كان مصر أو الخليج أو الدول الجوار ستتحمل كلفة. أيضا هناك أمر يتعلق يعني سلبيات هذه الحرب واستمرارها، هو موجات النزوح المتوقعة حال قيام حرب أهلية. أعتقد أن مصر الآن في ظل الأوضاع الاقتصادية هي تعاني أيضا، هناك يعني الآن يوجد فيها يعني ما يصل إلى نحو 8 إلى 9 مليون سوداني، فضلا عن يعني باقي رعاية من دول أخرى. فإذا قدر الله وحدثت حرب أهلية يعني نرى مدى حجم اللجوء والنزوح الذي يمكن أن يتدفق على دول الجوار وإلى مصر تحديدا. فأنا أتوقع أن الرئيس السيسي ينبغي عليه أن يتولى الآن زمام المبادرة ويسعى في اتجاه نزع فتيل الأزمة، ويعني يضع مقترحات وحلول على الأقل تقارب بين البرهان وحميتي، لأن انفراد عقد الأمن في السودان ليس في مصلحة الداخل السوداني والإقليم وليس القرن الأفريقي وليس ساحل شمال أفريقيا. فضلا عن ذلك أيضا سيظل السودان مستباح للجماعات الإرهابية الإخوانية الهجرة غير الشرعية، ممارسة الأموال الغسيل المخدرات، يعني كثير من الأنشطة العابرة الإجرامية التي دون جد سيتضرر منها الجوار على رأسها مصر. فبالتالي يعني تبقى الدعوة مطلوبة من الرئيس السيسي لإيجاد مقاربة ووضع مقترحات عسى ولعلها يعني تنهي هذه الأزمة. وأنا أتوقع أن الرئيس السيسي بما لديه من حكمة ورؤية في مدى ما يقود الاضطراب في الإقليم أن يتولى إدارة هذا الملف، وأن يسعى في تشكيل اللجنة سواء كان من الداخل المصري أو من خلال تشجيع الصغار في مستوى الإيجاد أو الاتحاد الأفريقي لضرورة تشكيل وفد عالي المستوى، وأيضا الجامعة العربية حتى تكون هناك جسور للصلة وقنوات للاتصال مع البرهان وحميتي، لأن ما يحدث في الخرطوم اليوم مهما نقلت عنه القنوات الفضائية من صور ومهما حاول المحللين والإعلاميين وصفه هو يعني أسوأ، وهي تعتبر كارثة يعني بكل ما يمكن أن توصف. الآن مريضة الخرطوم أمر مسهل ومسهش
23 هناك قصص إنسانية يعني مبكية ومحزنة ومحزنة قد لا تستطيع العين أن ترى ولا يستطيع القلم أن يكتب ولا تستطيع الكاميرا أن تصور. هذه هي الخلاصة التي ينبغي على الجميع أن يعلمها. وأعتقد أن الرئيس السيسي يعني من خلال ما تحدث إليه يستطيع أن يلتقط وفاز المبادرة ويسارع ويعجل بكرة يعني عقد أعلى القمة أو أعلى اللجان ما يعني ما يمكن أن يسمى من مسميات لأجل وضع السودان في بوابات الاستقرار وتهدئة الأوضاع التي حال إذا انفجر البركان البارود الذي يعني الآن يعيش فيه السودانيين دون شك أثره سيحرق ثياب الجوع. أشكرك جزيل الشكر ضيفنا من الخرطوم الأستاذ خالد الفكي الكاتب والباحث السياسي، شكرا جزيلا لك. قال الجيش السوداني أنه لليوم الخامس على التوالي تصدت القوات المسلحة لهجوما جديدا على محيط القيادة العامة وتكبيد العدو خسائر كبيرة في الأرواح وتدمير عدد من العربات القتالية. ووضح بيان للقوات المسلحة السودانية أنه كان من السهولة بمكان التعامل بضرب تجمعات المتمردين في القوات الجوية داخل تمركزاتها في وسط الخرطوم والقضاء على التمرد في ساعات، إلا أن القوات المسلحة لم تسلك هذا المسلك وتضع حياة الناس على المحك. وهذا هو الفارق بحسب البيان بين الجيوش الوطنية والميليشيا. وقالت القوات المسلحة السودانية إنها تجدد دعوة لأفراد الدعم السريع لتسليم أنفسهم لأقرب وحدة عسكرية والانضمام إلى صفوفها للخروج من حالة التمرد هذه وللتخلص من هذا الموقف المؤسف. وينضم إلينا الآن من الخرطوم محمد إبراهيم مراسل القاهرة الإخبارية، أهلا بك يا محمد. لو تطلعنا بداية يعني عن أبرز التحديثات، أبرز المواقف لديك، ربما أبرز التطورات الميدانية على الأرض، لأنه بحسب الجيش السوداني فقد أعلن تجدد الاشتباكات ومعارك عنيفة بين الجيش وميليشيا الدعم السريع في محيط القصر الرئاسي والقيادة العامة، مزيد من المعلومات لو سمحت. نعم بالفعل، حتى هذه اللحظات ما تزال المواجهات مشتعلة بين الجانبين. حتى هذه اللحظات ما زلنا نسمع دويع الانفجارات وأصوات الذخيرة وأيضا الانتشار الكبير لدى الجيش السوداني في عدد من المواقع الاستراتيجية. كما يبدو أن الوضع خارج السيطرة حيث لا يوجد مدنيين على هذه الطرقات، الجميع الآن في منازلهم تحسوا من أي يعني خوفا من سلامتهم. الأوضاع كما تبدو أنها صعبة للغاية، هناك يعني أوضاع إنسانية ما زال المواطن يعاني منها، على الرغم من أن هناك كانت يعني توجيهات من وزارة الدفاع المدني بتوفير الخدمات للمواطنين، لكن حتى هذه اللحظة كما يبدو أن الأوضاع بدأت تتفاقم شيئا فشيئا، وهذا كله ناتج بسبب المواجهات بين الجيش والدعم السريع. حتى هذه اللحظة الآن أستمع إلى أصوات دانات وأربجي الآن نحو محيط القيادة العامة أو القصر الجمهوري. هذه منذ اليوم الأول شهدت مواجهات عنيفة أوصلت إلى عدد كبير من القتلى والجرحى. حتى هذه اللحظات لا توجد جهة رسمية تحدث عن أعداد القتلى، لكن هناك لجنة الأطباء المركزية التي تحدث عن أن هناك مئات من القتلى والجرحى، وربما يكون العدد أكبر من ذلك في ظل صعوبة الوصول إلى مواقع الاشتباكات، خاصة وأن هناك مستشفيات حتى هذه اللحظة خارجة عن الخدمة، بما فيها مستشفى الشعب التي تقع وسط العاصمة الخرطوم، وكذلك مستشفى المعلم التي تقع شمال القصر الجمهوري. الأوضاع الآن أصعب مما تتصور، حيث هناك تمركزات في أعداد في مناحي مختلفة لبعض أفراد الدعم السريع الذين فروا من المواجهات خلال الساعات الماضية. وتابعنا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أن هناك أفراد تسلل في عدد من أطراف العاصمة يقومون بعمليات نهب من المواطنين أول مرة، وخاصة أنهم بدأوا يتمركزون في الطرقات الرئيسية وتحديدا الرابطة بين الخرطوم والولايات الأخرى. حتى هذه اللحظات الآن الجيش يبدو أنه ماضٍ في خطته الذي أعلن عنه، وأنه
بدأ الخطة المرحلة الثانية وهي مرحلة الحسم كما تبدو، وبعد وصول تعزيزات من الولايات إلى الخرطوم وذلك للقتال إلى جانب الجيش السوداني. حتى هذه اللحظة الآن هناك طيران يجوب سماء الخرطوم، هناك انتشار أمني مكثف، هناك تواجد عسكري، هناك ذوي انفجارات، هناك إطلاق للرصاص الحي في عدد من الأحياء، وكما علمنا أن هناك تمشيط كبير من قبل الجيش السوداني الآن يجوب الأحياء العاصمة المثلثة. وحتى هذه اللحظة إذن فقدنا الاتصال بمراسل القاهرة الإخبارية من الخرطوم محمد إبراهيم. يعني شكرا لي على كل هذه المعلومات. ذكر طبعا بأنه المعارك ما زالت مستمرة بين الجيش والقوات المسلحة وبين ميليشيا الدعم السريع خاصة في محيط القصر الرئاسي والقيادة العامة. يا بشتو تأكيد للاس في هذه الأثناء قال الجيش السوداني إنه لليوم الخامس على التوالي تصدت القوات المسلحة لهجوم جديد على محيط القيادة العامة وتكبيد العدو خسائر كبيرة في الأرواح بالإضافة إلى تدمير عدد من العربات القتالية. أيضا أوضح بيان للقوات المسلحة السودانية أنه كان من السهولة بمكان التعامل بضرب تجمعات المتمردين بالقوات الجوية داخل تمركزاتها بوسط الخرطوم والقضاء على التمرد في ساعات، إلا أن القوات المسلحة لن تسلك هذا المسلك وتضع حياة الناس على المحك. هذا هو الفرق بحسب البيان بين الجيوش الوطنية والميليشيات. كما قالت القوات المسلحة إنها تجدد الدعوة لأفراد الدعم السريع لتسليم أنفسهم لأقرب وحدة عسكرية والانضمام لصفوفها للخروج من حالة التمرد هذا وللتخلص من هذا الموقف المؤسف. للمزيد إذا من التحليل والمتابعة ينضم إلينا من الخرطوم عبر الهاتف سيادة اللواء محمد نعمة الله الخبير العسكري. سيادة اللواء، كما قال بيان القوات المسلحة السودانية هناك إمكانية لاستخدام القوات الجوية مثلا بضربات مباشرة لهذه الميليشيا، لكن يبدو أن الأمر سيكون صعبا لأنه ربما سيؤذي المدنيين في النهاية. إلى أي مدى هذه الميليشيا منتشرة في الشوارع في بين الأحياء بين المدنيين، فبالتالي يصعب يعني استهدافهم بشكل دقيق في هذه الحالة دون إيقاع أذى بالآخرين؟ شكرا جزيلا على الاستضافة والتحية لكم ولمستمعيكم ومشاهديكم الكرام. الحقيقة أنه بعد يعني تحييد وتدمير المواقع بتاعة قوات المتمردين أصبحت هذه القوات هائمة، يعني هربت، وحقيقة هي الآن يعني في الشوارع، وبالتالي المطاردة يعني صعبة جدا في أنك تطارد مثل هذه العمليات داخل الشوارع وتؤثر على المدنيين. التركيز الآن هو حقيقة استخدام الطيران في المواقع اللي يكون أساسا مركزين عليها ويتم فيها الاشتباك الآن بين حين ولحظة، اللي هي دائرة القيادة العامة باعتبار أنهم يحمون يعني قائدهم في هذه المنطقة، وهم استحملوا هذه المنطقة، يعني حبسوا المواطنين واعتبرون أو سكان الحي لأنه هو حي ملاصق للقيادة العامة واعتبرون دروع بشرية. ثم المطار اللي الأساس هم كانوا على حراسته، وبالتالي برضو الآن يعني يتم استخدام الطيران في عزلهم. المنطقة الثالثة اللي هي كانت يعني معسكر في بحري، اللي هو ده برضو الناس استفادوا من القوات الجوية في أنها تخصيص. الآن القضية أصبحت هؤلاء يعني يجوبون الشوارع، ودي مسألة يعني للأسف الشديد غير مسألة الدروع البشرية، أصبحوا يعتدوا على يعني واضح بالنسبة لكم الاعتداء على السفارة الأمريكية، الاعتداء على بعض المنظمات ونهب بعض المحلات، وده لأنه ليس لديهم منطقة تمركز، بل هم يسعون للخروج
من الآمن من المنطقة تماما بحسبان أنه لا يستطيعون المقاومة بعد الآن. فهذه هي الإشكالية، يعني إشكالية في يعني حتى في ارتكازات، يعني في بعض المناطق الطرفية بدأ يشكلوا ارتكازات باعتبار أنه ممكن يستولوا على وقود، يستولوا على أشياء يعني الكثير. سيادة اللواء، يعني من الانتهاكات اليوم تقوم بها ميليشيا الدعم السريع في السودان، ولكن يعني دعني أسألك، خلال السنوات السابقة ربما بحسب الكثير من الخبراء ميليشيا الدعم السريع قامت باستغلال هذه الفترة الانتقالية ربما منذ عام 2019 لتزيد من إمكانياتها، لتزيد من أموالها، ربما لتعظم من عدد الذين ينتسبون إليها أو المنضوين تحت لوائها، والحصول على نقاط استراتيجية يمكن عديدة إن كان في العاصمة الخرطوم أو حتى في مدن ومناطق أخرى داخل السودان. هل فائض القوة إذا استطعنا وصفه بهذا الوصف سيادة اللواء ربما جعل هذه الميليشيا ربما تحيد أو تبتعد عن الدور المنوط بها أساسا، وإلى أي مدى كل ما ذكر ربما يطيل من أمد أو من أمد هذه الأزمة؟ حقيقة يعني بعد 19 ديسمبر يعني هذه القوات كانت تتبع للقوات المسلحة ودورها واضح وصحيح عندها تميز، لكن عندها تميز في الإطار التراتبي العسكري، يعني حتى قاعدة ذاته كانت رتبته رتبة عادية جدا، منحت له تكريما وليست يعني كفاءة. إلا أنه بعد 19 ديسمبر هذه القوات تضخمت وتوسعت وأصبحت تملك أموال ووسعت القوة بتاعتها وتجند الناس وتجند السياسيين. يعني الأكبر مشكلة هي الآن أصبح ظهير للسياسيين. إلا أنه رغم هذا الحديث والكلام عن أن هي قوات كبيرة وده طبعا يوضح لك ما هي الفكره. الفكره بتاعت قائد قوات الدعم السريع حقيقه بعد 19 ديسمبر يعني هو بدا يفكر في انه هو سيكون يعني البديل لنظام عمر البشير، وبدا يحارب ويتحدث عن الحلول وخلافه في حين انه هو طلع الحلول، وبدا يعني يستعطف ويشتري. يعني هذه القوات كان عندها بالذات في مجال الإعلام، يعني في مجال الإعلام عندها مستوى عالي من التقنية والغرف الإعلامية التي تمجد هذه القوات في المجال، يعني في جميع المجالات، يعني هو استطاع أن يستميل ماديا يعني كفاءات عالية جدا. إلا أنه مع الطلقة الأولى هذه المسألة انحصرت تماما في أنه هذا الشخص هدفه الأساسي ليس السودان وليس هدفه شخصي، وبالتالي المسألة الآن حتصبح الدائرة الضيقة اللي هي دائرة آل دبلو. يعني لن نستطيع أن نفهم في العالم أن هنالك قوة قائدة رجل ليس مؤهل أكاديميا ولا عسكريا، فريق أول، وقائد ثاني شديده فريق أول، وكل الدوائر الخاصة في هذه من عائلة واحدة. إذا الآن حتصبح العائلة هي التي تقاتل من حوله، أما الذين حضروا بالإغراءات المالية قطعا بالذات بعد إصدار القيادة العامة قرار القائد العام باعتبار أن هذه القوات متمردة، أي وطني ينبغي أن يعني يؤيد ويقف في صف القوات المسلحة؟ والقرار لم يكن قرارا عشوائيا، إنما يعني بعد ذلك طلب لكل هذه القوات أن تنضم للقوات المسلحة ليتم تنسيب حسب مؤهلات وحسب الشروط والنظم العسكرية. لأنه أساسا يعني حتى
من ناحية علمية مثل هذه القوات الكبيرة تعتبر دائما في سبب لإنشاء. السبب إنشاء مثل هذه الميليشيات هو ضعف الدولة وقتها، والسبب الآخر أنه السلطة كانت قائمة أنشأت هذه القوات لتكون قوات موازية للقوات المسلحة. وهذه قصة معروفة سيرة اللواء، يعني تأسيس الجنجويد وبالتالي تأسيس ميليشيا الدعم السريع في بدايتها كان لها أسباب، لكن ربما كما تفضلت توزيع رتب العسكرية بهذا الحجم، رتب عسكرية رفيعة جدا لا توجد في جيوش أخرى إلا بأعداد مقننة جدا، ربما بعد هذه الأزمة هناك حاجة للنظر أو إعادة النظر في توزيع هذه الرتب بهذا الشكل. يعني إذا كان ميليشيا الدعم السريع يعني يحملون كل هذه الرتب من فريق أول وحتى فريق وحتى لواء بدون أي خبرات عسكرية أو دراسات عسكرية أو انضواء كامل تحت مؤسسة عسكرية، هذا أمر يجب أن ينظر فيه لاحقا إن شاء الله بعد انتهاء هذه الأزمة. نعم أكيد، هو القرار الآن والنداء لتدعية القوات أن تنضم للقوات المسلحة حتى يتم ترتيب وتصنيف عالميا وعلميا. هذه القوات تسمى في هذه المرحلة بعد قرار حلها تسمى الفواعل المسلحة من غير الدول، ودي حاجة طبيعية وموجودة وليست غريبة في العالم. لكن هذه الفواعل المسلحة من غير الدول هنالك نظم عسكرية وتراتبية لاستيعاب داخل القوات المسلحة أو قوات الشرطة أو قوات الأمن الداخلي أو حسب يعني التشريح DDR أو حسب رغباتهم. فيعني القرار ليس إلغاء هذه القوات في البحر، القرار هو يعني الوصول إلى جيش مهني والاستفادة من هذه الكفاءات. يعني لا شك أن هنالك بهم كفاءات عالية، تدريب ذات تم تحت يعني القوات المسلحة، ولكن يعني المسألة بتاعت خروج عن التراتبية العسكرية كان يحتاج إلى ما يعرف بتطوير وترقية أداء القوات. معلش سيادة اللواء، يعني اسمح لي، يعني هناك سؤال يجب أن يسأل في هذه الحالة، هل الحديث الآن عن إلغاء كامل لميليشيا الدعم السريع أن ينضوي أعضاؤها داخل الجيش السوداني ولا يكون هناك اسم لميليشيا الدعم السريع، أم أن يحافظ على قوام هذه الميليشيا لكن بتراتبية أخرى بعلاقة مختلفة أخرى مع القوات المسلحة السودانية، هل ستكون موجودة بالكامل أم لا توجد موجودة أو لن تكون موجودة بشكل كامل أيضا؟ أخي الكريم، القرار حل كامل لما يعرف بقوات الدعم السريع، ثم التوزيع حيتم حسب المؤهلات. احنا عندنا القوات البرية وهي معظم القوات برية بأسلحتها المختلفة اللي هي المدفعية والإطار والإيه والإيه، عندك القوات البحرية، عندك القوات الجوية، عندك قوات الدفاع الجوي، هذه هي القوات الرئيسة في القوات المسلحة السودانية. إذا هؤلاء الأفراد يتم تصنيفهم حسب مؤهلات وحسب رغبة وحسب شروط القوات المسلحة السودانية للتوظيف والترقية والإحالة للمعاش. نعم. إذن الموضوع مرتب وواضح تماما وليس في حاجة أن تكون، لأنه قوات الدعم السريع هي كانت أكبر مشكلة في النظم العسكرية السودانية، وكانت يعني نقطة سوداء في الانضباط والسمعة الجيدة للقوات المسلحة السودانية في موضوع الضبط الربط وفي موضوع الرتب وفي موضوع التمييز. يعني التمييز هذه القوات كان عندها مميزات، ثم في 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 الخروج والعمل عمل سياسي اصلا ما في اي جهه. يعني لم نسمع بانه قائد البحريه ولا قائد المدرعات ولا قائد السلاح المدفعيه كان لديه علاقات خارجيه،
إذا ينبغي أن تكون في التراتبية العسكرية ويستفيد منهم حسب مقدراته. نعم. هذا هو الوضع الصحيح. نعم. يعني نعم. سيادة اللواء كما ذكرت ميليشيا ربما الدعم السريع على حد تعبيرك هي ربما وصمة عار على الجيش السوداني اليوم، وأيضا ربما قلت بأنه حمدتي هو غير مؤهل عسكريا أو حتى أكاديميا. طيب بالعودة إلى سبب أو أحد الأسباب المباشرة لهذه الأزمة الموجودة اليوم في السودان على الأرض، ربما كانت عدم انضمام ميليشيا الدعم السريع تحت لواء الجيش أو القوات المسلحة على مدار 10 سنوات، كانت في البداية على مدار 2 سنين ثم 10 سنوات. يعني ما أسباب الرفض سيادة اللواء، خاصة بأنه أنت كنت تذكر يعني أيضا خلال حديثك أو في بداية حديثك بأنه كل ما حدث هو لأسباب شخصية أو لمصلحة شخصية، لو توضح لنا هذه النقطة لو سمحت. النقطة السبب الأساسي في هذه الإشكالية هو ما يعرف بعملية الإطار، والذي انتقل إلى العملية السياسية والتي عملت يعني 5 قضايا عملت لها ورشة بتاعت بما فيها الورشة الخامسة اللي هي الإصلاح الأمني والعسكري. للأسف الشديد يعني ما في جيش في العالم يسمح بأن يعني يقوم مدنيين بعملية للإصلاح الأمني والعسكري، وده شأن عسكري بحت. عندما دفعت القوات المسلحة بعلماء والأكاديميين لوضع الورقة العسكرية التخص الإصلاح العسكري، كان البوم شاسع. هذه الورقة أعدت بأكاديميين حسب يعني نظريات وفلسفات بناء القوات المسلحة عالميا، وورقة كاملة يعني إجراءات علمية. ولما تم مقارنة هذه الورقة مع التوصيات اللي أصلا أعدت سلفا، كان البوم شاسع. يعني التوصيات كانت تهدف إلى تفكيك الجيش السوداني، وذلك بالآتي: القوات بتاعت الدعم السريع أصلا تابعة قانونا للقوات المسلحة حسب قانونها، ولم يعد في يوم من الأيام حميدتي قال أنا ما تابع للقوات، قال أنا تابع للقوات المسلحة، ولم يعد في يوم من الأيام عبد الفتاح البرهان أن قال أنه قال هذه تتبع للقوات المسلحة. دائما انت في الورش بيكون في مشكله للحل. طيب ما معنى هذه الورشه اذا اصل 2 يقررون بان هذه القوات تتبع لبعض؟ اذا الورشه كان اريد منها سياسيا اللي هي العمليه السياسيه ان يتم يعني الاستفاده بهذه القوات كظهير للعمليه السياسيه، ودي كانت معروفة تماما. وضع هذه الورشة وضعت قوات الدعم السريع تتبع لرئيس مجلس الوزراء ولا تتبع لرئيس هيئة الأركان، وده طبعا علميا وقانونيا لا يصلح. أنت الآن عملت جيش، بل بالعكس جعلت القوات اللي أساسا ما عندها مشكلة اللي هي الحركات المسلحة جعلتها تكون قوات موازية، والهدف من هذا هو دعم العملية السياسية، وهذه القشة التي قسم الظهر الداخلي. يبدو سيادة اللواء أنا كان هناك ربما تأخير في الحل أو تأجيل لحل هذه المشكلة أو في مواجهتها بشكل كامل، لكن الآن سيادة اللواء بخبرتك العسكرية، يعني هذه الميليشيا لا تملك سلاحا جويا، لا تملك سلاحا بحريا، لا تملك سلاحا مضادا للطائرات بشكل كامل إلا ربما من بعض الأشياء المحمولة كتفا كالأربيجي مثلا.
لماذا تنتشر هذه الميليشيا بشكل يعني متواتر؟ الآن الحديث عن منطقة كافوري في الخرطوم، هناك تمركز لهذه الميليشيا، هناك أيضا محاولة لهذه الميليشيا للسيطرة مرة أخرى على محيط الإذاعة والتلفزيون، موجودة بشكل ما في استهداف بعض الأماكن في محيط المطار أو القيادة العامة، وهما منطقتان متلاصقتان في الخرطوم. يعني كيف يمكن إذن للجيش السوداني أن يسيطر على أفراد وجماعات تتحرك بشكل أكثر خفة ربما من حركة الجيش التقليدية بدباباته أو مدرعاته؟ كلام صحيح، لكن العلة كانت وين؟ هذه المناطق التي تحدثت عنها، أول حاجة المطار، كل أساسا تم مهمتهم حماية هذا المطار. القيادة العامة كانت مهمتنا الأساسية حماية الجزء الشرقي من القيادة العامة، والجزء الشرقي في القيادة العامة يقع فيه مطار الخرطوم الدولي، والجزء الغربي من مطار الخرطوم الدولي يدخلك على المطار العسكري، واللي يدخلك مباشرة على القيادة العامة، واللي يدخلك مباشرة على منزل رئيس مجلس السيادة، وجواره تماما منزل قائد الدعم السريع. ولذلك وجودهم في هذه المنطقة كان وجود أصلا يعني وجود وظيفي، كانت مهمته حراسة هذه المنطقة. جميل، لكن الآن السؤال كيف يمكن لجيش القوات المسلحة السودانية أن تسيطر، أن تحقق نصرا حاسما ربما على هذه الميليشيا إذا استخدمنا هذا التعبير، مع فارق الحركة، مع فارق سهولة الحركة لهذه الميليشيا، إعادة التمركز ربما، إعادة الانتشار وسط المدن، وبين حركة الجيش التقليدية الثقيلة في هذه الحالة؟ طيب أديك نموذج. هذه القوات كان منوط بها تأمين وحراسة الإذاعة السودانية لوحدها تماما. طيب لما حصل هذا التمرد، تمركزت داخل الإذاعة، واستطاعت القوات المسلحة أن تجلي المواطنين من حول هذه المنطقة، وتم إجبار وحرّت الإذاعة تماما، والآن تباشر حتى الإذاعات الثانية تنقل منها. وده باحتراف هذه، إذا تتكلم عن يعني حرب المدن، هو القوات المسلحة عندها جميع أنواع الحروب. نحن كعسكريين ندرب ضباطنا وعساكرنا على جميع أنواع الحروب وعلى كل البيئات وعلى شكل العمل داخل العمارات وداخل الأحراش، دي مسألة عادية. نعم. ده النموذج الأول. النموذج الثاني ما تتكلم عنه، عن كافوري. كافوري برضو هي منطقة كانت هي تسيطر عليها، والناس يعني دمرت هذه هذا الموقع، ولكن انسحاب بعض المواقع مشت تجمعت في كافوري، والآن صبح اليوم تم عزل هذه المنطقة بالطيران تماما. طيب مسألة ثالثة، رئاسة العمليات لقوات الدعم السريع في حي الرياض داخل حي مؤهل، وهذه هي حتى من يديرون هذه المنطقة ضباط من القوات المسلحة. فاستطاعت القوات المسلحة أن تدمر هذه المنطقة وتمسح بها الأرض. الآن في إعلان بأنه من الهيئة بتاعت العمليات مدير التدريب اللواء أورناصر، وطبعا ظهر في الإعلام طوالي مش بلغ للقوات المسلحة وقال أنا ضابط في القوات المسلحة وحسب التعليمات أنا حضرتها. إذن
مساله انه نعم سياده اللواء اسمح لي يعني بما انه نتحدث اليوم عن ربما مكان المعارك عن الامكانيات العسكريه للطرفين هناك الكثير من الثوابت ربما والقواعد اللي تغيرت اليوم في هذا في هذه الازمه بين الطرفين عن كل الازمات ربما اللي مرت بها السودان منذ عام 2019 يعني احدها كما كنت تذكر ربما مكان المعارك كانت اليوم في كافوري ولكن السؤال الأبرز هي أنها تمت في الخرطوم هذه أول مرة ربما يعني تكون الخرطوم ساحة لمعارك أو لأزمة خاصة أنه هي عاصمة البلاد هي ربما المنطقة التي يجب أن تكون أكثر أمنا واستقرارا ما الذي تغير سيادة اللواء في هذه الأزمة عن الأزمات السابقة وإلى أي مدى ربما نستطيع القول بأنه من الناحية العسكرية اليوم هذه الأزمة هي أشد خطورة من كل ما حدث في السودان على مدار كل السنوات الفائتة هي حقيقة ليست أول مرة يعني الخرطوم مسألة أنها يحصل فيها اشتباك ليست المرة الأولى يعني نحن نذكر في وفاة جون جارين حصلت مشاكل كثير جدا في هجوم الجاي من ليبيا حصلت في الهجوم بتاع خليل حصلت ولكن اليوم هناك في تمركز ربما العمليات العسكرية في نعم جايين نعم الفرق الوحيد هو أن هذه القوات هي القوات المنوطة حماية الأمن والاستقرار يعني هي من داخل القوات المسلحة ومن الجهات المنوط بها أن تحرز هذه المناطق الاستراتيجية الصعوبة أصبحت في 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 هذا ولكن هذا له معالجاته آخر حصن الآن وهو ما يدور حول القتال هو الآن موقع القيادة العامة السبب فيه أنه فيه منزل محمد حمدان دبلو ويحتمي بحوالي 70 إلى 80 عربة تحرسه وقواته الخاصة تحرسه واستطاع أنه يحيد هذا الحي اللي هو طوالي ملاصق للقيادة العامة ويحبس الأفراد فيه كدروع بشرية الآن تجري الترتيبات لإجلاء هؤلاء الناس حتى يصبح المنطقة بتاعت منزله منطقة يمكن الاستباك فيها وده سبب تأخير يعني حماية للأفراد الموجودين ودي أفراد كلهم يعني أنا أفتكر قادة في القوات المسلحة وقادة في الخدمة المدنية وبالتالي يعني هو متأكد بأنه لن يتم ضربه بهذه المسألة الآن تجري الترتيبات لإخلاء هذه المنازل ووضع حصار للمنزل وكما دمر منزله الآن في جبرة الآن منزله في زبرة دمر منزله في بحري دمر الآن أصبح القضية هي يعني إما أن تكون أو لا تكون لأن الهجوم على منزله في القيادة العامة إما أن يستسلم أو يستشهد عشان كذا كل القوات وكل القدرات يعني تجري حول هذه المنطقة. الشيء الثاني بصراحة شديدة جدا أكبر المتغيرات أنه تفوق قوات الدعم السريع في الجانب الإعلامي. القوات الدعم السريع بمعنى ماذا سيادة اللواء؟ نشر ربما معلومات مضللة أو كاذبة للعب ربما على نعم نعم تفوق يعني مقدرات إعلامية فائقة وتجنيد يعني اعلاميين معروف يعني هلما ويدفع لهم من الاموال ومعدات معروف جات من وين ومعدات تصنف انا بفتكر التفوق الوحيد الان لقوات الدعم السريع هو الجانب الاعلامي وده جانب طبعا القوات المسلحه التقليديه اساسا ما كان عندها فيه مجال ولا لانه ده موضوع اخر وجهات اخرى
يعني ربما هذا ما يشكل الخطورة الأكبر اليوم بالنسبة يعني إليكم كجانب عسكري أكثر من سير المعارك على الأرض وربما نعم. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا سيادة اللواء محمد نعمة الله الخبير العسكري. طبعا سنعود ليك لاستكمال هذا الحديث لمزيد من المتابعة والتحليل وربما الرؤية العسكرية حول ما يحدث اليوم في السودان على الأرض وحول هذا المشهد. نبقى إذن في سياق الأزمة السودانية، فقد دعا صندوق الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف دعا الأطراف في السودان إلى وقف العنف وحماية الأرواح ورفاه المجتمع. هذا وقال الصندوق على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنه لا يزال الأطفال عالقين وسط أزمة السودان. كما أوضح اليونيسيف أنه في الخرطوم وخارجها يعاني ملايين الأطفال من إطلاق النار والقصف ونقص المياه أو الطعام ونهب المستشفيات والمنازل. أعلنت اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء السودانيين خروج 16 مستشفى في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى عن الخدمة، مشيرة إلى أن بعضها تعرض للقصف. قالت رئيسة اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء هبة عمر إن هناك مستشفيات مهددة بالإغلاق
لأنها تعاني من نقص حاد في الكوادر الطبية وأطباء التخدير وانقطاع المياه والمواد الغذائية والوقود لمولدات الكهرباء. وشددت اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء السودانية على أن المستشفيات تعيش تدهورا غير مسبوق ينذر بانهيار القطاع الصحي بالكامل. في غضون ذلك قالت لجنة أطباء السودان إن بعض المستشفيات والمرافق الصحية استخدمت كنقاط ارتكاز عسكرية. وإجمالا تواجه المستشفيات في السودان تحديات كبيرة في ظل الأوضاع الأمنية الخطيرة والاشتباكات العنيفة التي يشهدها السودان حاليا. كما تعاني المستشفيات من نفاد الإمدادات والنقص الحاد في الكوادر الطبية وحصار العاملين، ناهيك عن خروج عددا من المستشفيات عن الخدمة تماما. ما بين قصف جوي واشتباكات عنيفة على الأرض، تبقى التداعيات الإنسانية الشغل الشاغل بشأن الأحداث الراهنة في السودان. المستشفيات لم تسلم من تلك الأوضاع الأمنية الخطيرة، حيث تعاني نفاد الإمدادات والنقص الحاد في الكوادر الطبية وحصار العاملين والأطفال ومرافقيهم منذ أيام، عاجزين عن العودة إلى منازلهم بشكل آمن. لم يتوقف الأمر عند هذا الحد ليشمل خروج عدد من المستشفيات عن الخدمة تماماً، إما نتيجة تعرضها للقصف بالمدافع والأسلحة النارية أو لتعذر الوصول إليها بسبب الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي والمياه. استغاثات أطلقها العاملون في القطاع الطبي مطالبين بعدم التعرض للمرافق الصحية والسماح بإخلاء الجرحى وإجراء الإسعافات الأولية الضرورية وفتح ممرات آمنة وتسهيل عمل الفرق الميدانية. كما دفعت المخاوف المؤسسات الصحية إلى إطلاق توصيات للمواطنين بالابتعاد عن النوافذ وضرورة توافر مواد الإسعافات الأولية داخل المنازل لضمان عدم تفاقم الأوضاع الإنسانية والحفاظ على الأرواح. لمناقشة الوضع الإنساني والصحي في السودان ينضم إلينا من الخرطوم زميلنا محمد إبراهيم مراسل القاهرة الإخبارية. محمد، الأرقام تشي ربما بكارثة بالفعل في القطاع الصحي السوداني. هناك 9 مستشفيات تعرضت للقصف المباشر، هناك 16 مستشفى تم إخلاؤها قسريا، 39 مستشفى من إجمالي 59 مستشفى في العاصمة الخرطوم وحدها توقفت كاملا عن العمل. إلى أي حد إذن يمكن للقطاع الصحي أن يصمد فقط ب20 مستشفى لخدمة 3 ملايين نسمة في العاصمة الخرطوم؟ حال استمرت هذه المواجهات بين الجيش السوداني والدعم السريع، ربما نتوقع المزيد من الأوضاع المأساوية، خاصة وأن هناك عدد كبير من المستشفيات حتى الآن خارج الخدمة، وهناك مستشفى الشعب التي تقع في وسط الخرطوم الآن انقطعت تماما بالخدمة، وذلك لجهة قربها من مسرح أو ميدان المواجهات بين الجيش والدعم السريع. حتى هذه اللحظات أحمد الآن الأوضاع مضطربة، هناك مواجهات في أنحاء مختلفة وتحديدا في وسط الخرطوم بين الجيش والدعم السريع. يبدو أن القوات التي وصلت بالأمس من الولايات السودانية هي قد دخلت في هذه المواجهات، خاصة وأن الجيش السوداني تحدث عن أنه هناك خطة جديدة وهي المرحلة الثانية، وربما تكون هي المرحلة الحاسمة للدعم السريع في الساعات القادمة. وتحدث أيضا البيان عن أن الساعات القادمة ستكون هناك يعني أخبار سارة لدى المواطنين. إذن حال استمرت هذه المواجهات ربما نحن في مقبل الأيام ستكون الأوضاع يعني ستكون أصعب من ما كانت عليه الآن. هناك أيضا أوضاع إنسانية في الأحياء التي أحياء الخرطومية أو أحياء الخرطوم، هناك انقطاع للتيار الكهربائي، هناك صعوبة للوصول إلى المراكز التجارية، هناك إغلاق بالكامل إلى الأماكن التجارية تحسبا من أي مواجهات قد تحدث.
يبدو أننا فقدنا مرة أخرى الاتصال بزميلنا محمد إبراهيم مراسل القاهرة الإخبارية في العاصمة الخرطوم، نعاود الاتصال به لاحقا لمتابعة مجريات الأحداث أولا بأولا في هذه التغطية المستمرة على شاشة القاهرة الإخبارية. بالفعل القطاع الصحي ربما يعاني بشكل كبير من قرب انهياره بشكل كامل، كما قلنا هناك 9 مستشفيات متوقفة عن الخدمة تعرضت للقصف، بالإضافة ل 16 مستشفى تعرضت للإخلاء القسري للمرضى الموجودين بها، 39 مستشفى خرجت من الخدمة في الخرطوم والولايات المتاخمة لمناطق الاشتباكات، نتحدث هنا عن العاصمة المثلثة أم درمان والخرطوم والخرطوم بحري. معظم أحياء الخرطوم تعاني من انقطاعات في إمدادات المياه وربما انقطاعات أخرى في الكهرباء، ما يزيد ربما من الأعباء لتقديم أي خدمة ممكنة للمرضى، هذا بالإضافة أيضا لنفاد كميات الأدوية والمستلزمات الطبية من هذه المستشفيات، نقص كبير في الكوادر الطبية، وفي الأساس هناك مشكلة كبيرة في إيصال المصابين إلى هذه المستشفيات، ونحن نتحدث اليوم عن حصيلة جديدة تبلغ حوالي 1140 حالة إصابة بين المدنيين، هذا في الإجمالي، هذا بالإضافة طبعا لمن سقطوا جرحى جراء الأعمال في الساعات الماضية. يعني وضع كارثي بالفعل يا بشت، وضع إنساني مهدد بالفعل، ربما القطاع الصحي على وشك الانهيار كما ذكر مسؤولون كثر، يعني مسؤولون صحة كثر، واللجنة التمهيدية ربما لنقابة الأطباء السودانيين كما ذكرت أعلنت عن خروج 16 مستشفى في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى عن الخدمة، هذا غير بأنه بعض المستشفيات في السودان اليوم يتعرض للقصف، هو أمر إنساني يعني محزن للغاية، هو انتهاك ربما لحقوق الإنسان. رئيسة اللجنة التمهيدية أيضا لنقابة الأطباء هبة عمر قالت بأنه هناك مستشفيات مهددة بالإغلاق لأنها تعاني من نقص حاد كما ذكرنا في الكوادر الطبية، بأطباء التخدير، انقطاع المياه، المواد الغذائية، الوقود أيضا لمولدات الكهرباء، لأنه هناك أيضا انقطاع في التيار الكهربائي عن في يعني أرجاء متفرقة من السودان، طبعا تطال يعني يطال هذا الانقطاع في التيار الكهربائي المستشفيات، وأيضا هذا أمر في غاية يعني الحزن. يعني لنا أن نتخيل أن خدمة طبية يجب أن تقدم لحوالي 3 ملايين نسمة هم إجمالي سكان العاصمة الخرطوم، لا يقدمها الآن إلا حوالي 20 مستشفى فقط بعد أن كان الإجمالي حوالي 59 مستشفى. طبعا لا نتحدث عن العيادات الطبية الخاصة لأنها بالتأكيد مغلقة الآن لعدم قدرة الأطباء إلى الوصول إلى عياداتهم الخاصة، بالتالي عدم القدرة أيضا على إيصال مزيد من المساعدات الطبية لهذه المستشفيات الـ20 المتبقية الآن في الخدمة في الخرطوم، أمر بالغ الصعوبة خاصة مع صعوبة التحرك على الأرض، إذ يخشى المواطنون هناك من تعرضهم لإصابات بسبب القصف الرصاص العشوائي من قبل ميليشيا الدعم السريع داخل الأحياء. هناك عدد من المستشفيات استهدف بشكل مباشر، نتحدث عن 9 مستشفيات من إجمالي 59 مستشفى تعرض للقصف أو استخدم بشكل أو بآخر كدرع بشري. يعني هنا نستطيع القول بشتو أنه القطاع الصحي المستشفيات في السودان تتعرض ربما لتحديات كبيرة جدا، تحديات عنيفة في ظل هذه الأوضاع الأمنية الخطيرة، في ظل هذه الاشتباكات العنيفة التي يعيشها السودان اليوم. يبقى السؤال ربما المطروح، كيف سيتعامل القطاع الصحي المستشفيات في السودان مع هذه الأزمة الراهنة، مع نقص الكوادر، نقص الإمدادات الطبية، انقطاع التيار الكهربائي، لأنه أكيد في حالات وفاة كثيرة تحصل بسبب يعني ناهيك عن الاشتباكات ولكن بسبب هذا النقص أو أيضا انقطاع التيار الكهربائي. المشاهد بالأمس للاس عن إخلاء بعض المستشفيات من مرضاها كان
محزنا بشكل كبير، يعني حين نرى بعض المرضى يتحركون بصعوبة جدا للخروج من المستشفيات لعدم قدرة هذه المستشفيات على تقديم الخدمة لهم، هذا بالإضافة طبعا لعدم قدرة هذه المستشفيات على يعني إسعاف الجرحى القادمين إليها. نتحدث عن أكثر من 1040 إصابة حتى الآن بين المدنيين، لا توجد لهم أي قدرة على تقديم الخدمات والرعاية الصحية الكاملة، ونحن نتحدث عن إصابات بشظايا أو برصاص، وهذه تحتاج إلى تدخل مباشر. ناهيك عن مرضى الفشل الكلوي والخرطوم، يعني يعتبر من العواصم التي تعاني كثيرا من مرض الفشل الكلوي، وهذا مرض يحتاج إلى رعاية مستمرة جدا. يعني وضع إنساني كارثي يتطلب بالفعل يعني دخول المنظمات، هناك مناشدات من منظمات صحية عديدة إن كان في الداخل السوداني أو حتى في الخارج، ولكن يبقى الوضع الأمني الخطير كما ذكرنا هو ما يصعب عمل هذه المنظمات. أيضا الصليب الأحمر والهلال الأحمر هناك مناشدات من قبلهم لربما حتى إجلاء المصابين أو الشهداء القتلى يعني على الموضوعون على كثير الأرض. كثير من المحللين والمتابعين على الأرض يتحدثون عن صعوبة إجلاء الجثث أو جمع الجثث من الشوارع، وهي جثث متناثرة إصابات عشوائية تحدث للمواطنين. قد يكون هذا مثار تساؤل للاس، يعني كيف يمكن للوضع الصحي المتردي في العاصمة الخرطوم أن يكون ربما داعيا إلى وقف إطلاق النار بشكل أطول، بشكل أكثر أمناً، بشكل أكثر استمراراً، يعني حتى يعني يحدث له إعادة ترميم مؤقتة يعني يعود بها إلى حد ما. بحسب كل الخبراء اللي ظهروا معنا حتى الآن من 5 أيام وحتى الآن، الكل يقول بأنه يجب أن يكون هناك إرادة سياسية من كلا الطرفين حتى يكون الوضع الأمني ربما أسهل على الطواقم الطبية، على المستشفيات وعلى القطاع الصحي بأكمله في السودان لمتابعة عملها أو لإنجاز عملها. وطبعا يعني لا نعرف إذا كانت الوساطات ربما ستقرب من الفترة الزمنية اللي ممكن أنه أمد الأزمة هناك. وأنا شخصيا لا أعلم ما إذا كان ذلك ممكنا بالفعل، يعني ميليشيا الدعم السريع وحسب المصادر الصحفية استغلت ساعات الهدنة القليلة في بدايتها لإعادة الانتشار وإعادة التموضع في بعض الأماكن في داخل الأحياء، ربما في بعض الأماكن المهمة كحي كفوري مثلا. فبالتالي إعادة التموضع هذه لا تشي بأن هناك رغبة في ولكن الهدنة بشتو لم تستمر حتى هي بالفعل لم تستمر يعني لم تصمد، لكن في ساعاتها التي صمدت على الأقل في أول ساعتين كان هناك إعادة تموضع. هذا المشهد يقول أنه لا توجد رغبة من ميليشيا الدعم السريع على الأقل لأن تكون هناك ممرات إنسانية لهدنة طويلة الأمد، لأن إعادة التموضع معناه بالتالي أو في المقابل أن هناك ربما تحركات عسكرية أو استهداف لبعض الأماكن الحيوية. دعنا نوضح عند هذه النقطة بشتو بأن المتحدث باسم الجيش السوداني قال تحديدا ونصا بأنه ميليشيا الدعم السريع كما ذكرت لم تتح الفرصة لتنفيذ الهدنة وقامت بخرق في الخرطوم وأيضا في مراوي. يعني بحسب ما قاله المتحدث باسم الجيش السوداني القوات المسلحة ميليشيا الدعم السريع هي التي لا تريد لهذه الهدنة أن تستمر، وهي التي قامت بخرقها وعدم دخولها حيز النفاذ. ولو أنا ميليشيا الدعم السريع أيضا ربما تتهم القوات المسلحة السودانية بأنها من خرق الهدنة، هناك اتهامات متبادلة في هذه الحالة. لكن ما هو الأكيد أيضا أن البنيات التحتية الأساسية في العاصمة الخرطوم تم استهدافها منذ ساعات الأزمة الأولى. ربما ميليشيا الدعم السريع اتهمت بأنها استهدفت خزانات الوقود في المطار، استهدفت محطات الكهرباء، أعمدة الإضاءة، محطات المياه تحديدا، وهو ما أدى إلى انقطاع المياه ومياه الشرب عن المنازل، الكهرباء عن المنازل لمدة 5 أيام منذ بداية الأزمة وحتى الآن. نتخيل الآن درجة حرارة في الخرطوم مرتفعة جدا مع شهر الصيام، في أواخر شهر الصيام مع قرب العيد بلا مياه شرب بلا كهرباء. دعنا عند هذه النقاط لتبريد الجو على الأقل بشتو تحديدا نعود لمراسلنا من الخرطوم محمد إبراهيم ونسأله عن كل هذه النقاط اللي نتحدث عنها. مراسل القاهرة الإخبارية محمد إبراهيم، أهلا بك. كان قد انقطع الاتصال منذ قليل وكنت تتحدث ربما عن الوضع المتردي، عن الوضع الكارثي اليوم للقطاع الصحي.
الصحي في السودان عموما وخروج كثير من المستشفيات عن الخدمة، لو يعني تكمل ما بدأت به وتطلعنا ربما عن الوضع بشكل تفصيلي أكبر. ربما تردي الشبكة الإنترنت هي واحدة من الإفرازات التي أفرزتها المواجهات بين الجيش والدعم السريع. أما على الصعيد الإنساني هناك أوضاع إنسانية قاسية، هناك عدد كبير من المرضى لم يتمكنوا من الذهاب إلى المستشفيات، هناك عدد كبير من الجرحى والقتلى حتى الآن لم نتمكن من أيضا من إسعافهم إلى المستشفيات. انقطاع كبير للقطاع الصحي، انقطاع تماما للخدمات في القطاع الصحي، ويمكن القول أن هناك انهيار كبير جدا مع اشتداد المواجهات بين الجيش والدعم السريع. الوضع الآن هو صعب للغاية، خاصة وإذا ما أخذناها من الناحية الإنسانية. الأحياء أيضا تعاني من انقطاع دائم للتيار الكهربائي بسبب المواجهات التي حدثت في الأيام الماضية. هناك أحياء منذ اليوم الأول للمواجهات بين الجيش والدعم السريع حتى الآن لم تعد إليها الكهرباء، وحتى هذه اللحظات هناك انقطاع كبير للتيار الكهربائي. المواطنون أيضا يعانون من ظروف صعبة حيث لم تتوفر لهم المواد الاستهلاكية، ليست بإمكان أي مواطن الذهاب إلى الأماكن التجارية، الأسواق مغلقة بالكامل، هناك يعني تواجد من حين لآخر أو مواجهات قد تحدث في أي موقع في الخرطوم من حين لآخر، أو هناك دروع أو هناك مجموعة من الدعم السريع تسللوا في عدد من الأحياء حيث يمارسون ممارسات غير إنسانية، يمارسون ويتعدون على المواطنين وينهبون الأماكن والبيوت، وأيضا يستخدمون بعض البيوت كموقع أو كقاعدة للقنص تجاه الجيش السوداني. لكن كما يعني هناك تواجد للجيش السوداني أو القوات المسلحة في هذه المناطق اللي بيرتكب فيها أو بترتكب فيها ميليشيا الدعم السريع هذه الانتهاكات؟ هؤلاء الذين ذهبوا إلى الأحياء هم فروا من المواجهات التي كانت مع الجيش، لكن الجيش ظل يطارد ولديه خطط في الأحياء، وحاليا الآن الجيش بدأ ينتشر في الطرقات، وهناك قوة أيضا وصلت إلى الخرطوم ربما لتضييق الخناق على عناصر ميليشيا الدعم السريع. حتى الآن يعني الأوضاع هي يمكن القول أنها صعبة للغاية. الأوضاع الإنسانية تتفاقم يوما بعد يوم إذا ما استمرت حدة المواجهات بين الجيش السوداني، خاصة وأنه حتى هذه اللحظات كانت هناك مواجهات في ناحية مطار الخرطوم ومواجهات في ناحية قيادة الجيش ووسط الخرطوم، وأيضا مستشفى الخرطوم انقطع تماما، وهي من أكبر المستشفيات في السودان الآن هي انقطعت الخدمات بسبب هذه المواجهات، خاصة وأنها تقع غرب قيادة الجيش وشمال أو جنوب القصر الجمهوري. هذه المستشفى بها عدد كبير من الجرحى الذين أو من المرضى الذين قدموا من الولايات، لكن بسبب هذه الأوضاع المضطربة الآن يفتقدون إلى أبسط مقومات الحياة، الآن يعانون من رعاية صحية، هناك يعني مناشدات من لجنة الأطباء بالذهاب إلى المستشفيات، لكن هذه المناشدات كما يبدو أنها لم يتمكنوا من الذهاب نسبة لاشتداد هذه المعارك بين الجيش و الدعم السريع. حتى الآن هناك أطباء عالقون في هذه المستشفيات، هناك أيضا مستشفيات يعني في عدد من مدن الخرطوم الثلاثة تعاني مثل هذه الظروف، هناك انقطاع للتيار الكهربائي في بعض المستشفيات، هناك أيضا اعتداءات من قبل المتسللين الذين استهدفوا أيضا المستشفيات واستخدموها قواعد، وذلك للمواجهة مع الجيش السوداني. حتى الآن أن يعني كما يبدو أن الجيش السوداني قد بدأ في خططه الثانية وهي الحاسمة بحسب بياناته، وتحدث أن الساعات المقبلة ستكون هي حاسمة وستكون يعني يعني ربما بحسب بياني سنسمع أخبارا سافرة. كما يبدو محمد في هذه النقطة تحديدا، وهي النقطة التي أثرتها أنت في إفادتك السابقة، يعني كيف يمكن للجيش السوداني أن يتحرك في مواقع استراتيجية وأن يحرز نصرا حاسما كما قال في ظل ربما إعادة تموضع الميليشيا في أماكن مختلفة في العاصمة الخرطوم، وفي ظل الكلام الذي قاله بيان الجيش السوداني إنه لا يستطيع استخدام أسلحة ثقيلة لربما تأثيرها على المدنيين، فبالتالي كيف يكون هذا الحسم قادم خلال ساعات؟ الجيش هو بحكم
أكثر من مرة أنه من الصعود من مكان استخدام عدد كبير من الأسلحة تحسبا من ارتفاع نسبة الخسائر من قبل المدنيين. لكن كما يبدو أن القوات المتحركة التي وصلت إلى الخرطوم هي ستنتشر في كل أحياء العاصمة، الخرطوم ستنتشر في كل المواقع الاستراتيجية، وذلك للتضييق على المتسللين الذين يتواجدون في بعض المناطق هناك. وبالتالي هذه الجيش لديه خطة لم يكشف عن تفاصيلها، وربما يعني تحسبا او خوفا من كشفها من قبل المتمردين، وبالتالي الان الانتشار الكبير هو قد يضيق الخناق على الميليشيا الدعم السريع التي تسللت في بعض المناطق وفي بعض الاطراف التي يعني في الخرطوم هنا، وفي بعض الاطراف ايضا مدن الخرطوم الثلاثه ام درمان وخرطوم بحري. وبالتالي تواجد او انتشار الجيش بكثافه في الخرطوم وفي الطرقات هو قد يضيق هذه الخناق على هؤلاء المتمردين، وبالتالي ايضا نتوقع ان تكون الساعات القادمه هي ساعات حاسمه، ساعات ستكون هناك يعني ربما تكون هناك خطه غير معلنه وذلك للقضاء على المتمردين، خاصه وان هناك صدر بالامس بيان من الجيش السوداني وتحدث طالب من المتمردين ان يضعوا السلاح وان يعودوا الى الجيش او ان يعودوا جنود الى الجيش السوداني وذلك مقابل العفو العام. كما يبدو ان هذا الاتجاه ربما ستجد هذه الدعوه استجابه واسعه باعتبار ان العناصر الذين المتسلله قد ضيق عليها الخناق بالفعل بوجود اعداد كبيره من الجيش السوداني من اطراف البلاد، خاصه وان هناك مداخل اكثر من اكثر من جهه. طيب عند هذه النقطه محمد، قبل ان تكمل حديثك، الجيش السوداني اعلن عن قيام رئيس دائره التدريب بميليشيا الدعم السريع لواء محمد احمد عباس انور ناصر بانهاء انتدابه وتسليم نفسه والانضمام للقوات المسلحه السودانيه. مزيد من التفاصيل حول هذا الاعلان وهذا الخبر، وهل من المزيد ربما يعني من الاسماء او الاشخاص اللي ذهبوا الى الجيش سلموا سلاحهم وايضا انهوا انتدابهم وانضموا للقوات المسلحه السودانيه؟ اعداد اكبر في ظل هذا الانتشار الكبير من الجيش السوداني، وفي ظل انه يعني اشتداد المعارك في تلك المواقع التي كانت تتمركز فيها قوات الدعم السريع، وبالتالي سمعنا وتابعنا ان هناك اعداد كبيره قد استسلمت وانضمت الى الجيش، وان اعداد كبيره قد يعني أسيرين الآن لدى الجيش السوداني، وأن هناك ضباط كانوا يقاتلون إلى جانب الدعم السريع انتدبوا من الجيش السوداني عادوا إلى حضن الجيش السوداني، وهناك كما علمنا هناك قيادات تعمل تقاتل مع الدعم السريع عادت إلى الجيش السوداني، وهذا الأمر ربما يعني نتوقع في الأيام المقبلة المزيد من الجنود الذين سيعودون دون الى حضن القياده العامه او الى حضن الجيش السوداني، وبالتالي المواجهات حتى الان مستمره وتواجد الجيش في كل رقعه في البلاد ربما سيضيق على هؤلاء المتسللين الذين هربوا من المواجهات التي دارت في الايام الماضيه. نعم، انا بشكرك محمد ابراهيم مراسل القاهره الاخباريه من الخرطوم على كل هذه المعلومات. أيضا ينضم إلينا هاتفيا من الخرطوم محمد عثمان الرضا الكاتب الصحفي. برحب بحضرتك سيد محمد، بداية تحليلك لما يحدث اليوم على الأرض في السودان، يعني اليوم هو اليوم الخامس من توالي المعارك أو الاشتباكات على الأرض، ويعني كما هو معلوم بالأمس كان هناك هدنة من كان من المفترض يعني أن تدخل حيز النفاذ، ولكن هذه الهدنة لم تدخل والجيش قام باتهام ميليشيا الدعم السريع يعني أنها هي التي لم تتح الفرصة لتنفيذ هذه الهدنة. رؤيتك يعني بشكل كامل للمشهد اليوم على الأرض؟ يبدو أن الخيار والتصعيد العسكري هو الخيار الأوحد لحسم هذه المعركة على أرض الواقع، والقائد العام لقوات الشعب المسلحة
الفريق أول البرهان أغلق كل الأبواب والنوافذ والنفاجات أمام كل من لديه وساطة وأمام كل من يسعى إلى التهدئة. كانت بالأمس مبادرة ووساطة تقدم بها ثلاثة رؤساء دول من دول الإيجاد لدولة جنوب السودان ودولة جيبوتي ودولة كينيا، وهم أعضاء في منظمة الإيجاد، علما بأن منظمة الإيجاد يرأسها السودان في هذه الدورة الحالية. ثم كانت هناك أيضا العديد من الوساطات الإقليمية والدولية من أجل نزع فتيل الأزمة بين الطرفين المتقاتلين، ولكن يبدو على الجيش السوداني لم يأبه بكل هذه الوساطات ولم يستمع إلى هذه النداءات المتكررة وضرب بها عرض الحائط، مما يؤكد ذلك فإن الجيش الآن يعد العدة لمعركة حاسمة. هناك تعزيزات عسكرية مهولة. سيد محمد، يعني في هذه الحالة الاتهام متبادل، ربما يعني أيضا الجيش يقول إن ميليشيا الدعم السريع هي من انتهك، هي من يرفض الهدنة، هي من يؤجج الصراع بشكل أكبر، فبالتالي يعني في هذه الحالة هناك اتهامات متبادلة لا يجب أن نضعها على رأس طرف دون طرف. لكن في النهاية هناك أيضا من الداخل السوداني من يحاول التهدئة والوصول إلى تهدئة. الحرية والتغيير تحدث قبل ساعات عن أهمية إيصال المساعدات إلى مستحقيها أو إلى الحالات الإنسانية الصعبة الموجودة الآن. هل يمكن للداخل السوداني، لمكون السياسي الداخلي السوداني، أن يقوم بدور هذا بالإضافة طبعا للمحاولات الخارجية لتهدئة الأمور؟ إن كانت أغلقت الأبواب أمام المحاولات الخارجية فمن باب أولى أن لا يستمع لهذه المحاولات الداخلية من قيادات الأحزاب الوطنية. هذه الأحزاب قوى الحرية والتغيير وغيرها من الأحزاب قد تقدمت من قبل برؤيتها متكاملة في تهدئة الخواطر ما بين الطرفين، ولكن أيضا لم يستمع لهم. في ظل تبادل الاتهامات من الصعب جدا أن نضع الحقيقة على نصابها وعلى مكانها. الآن كل طرف يدعي أنه هو منتصر، كل طرف يدعي بأنه أحرز العديد من الأجوان في الطرف الآخر، وفي ظل الحروبات والاقتتال في هذه الحالات من الصعب جدا أن نتحدث حديث منطقي وحديث عقلاني، لأنه هذا حديث المنطقي العقلاني الآن لا يؤبى به ولا يهتم به، وأصبح الآن الصوت لا صوت يعلى فوق صوت البندقية، هذا هو الشعار ما بين الطرفين. فبالتالي من الصعب بمكان ومن الاستحالة بمكان الآن أن نضع هذه الأمور كلها على نصابها، لأن صوت العقل قائب تماما وصوت البندقية هو بين الطرفين هو الفيصل وهو الحاسم. الآن هنالك ظروف إنسانية حرجة للعديد من المواطنين. الآن للأسف الشديد تم إخلاء كل المستشفيات أو غالبية المستشفيات التي تقدم الخدمات للجرحى والمصابين. الآن هنالك نقص كبير جدا في الكوادر الطبية، هنالك شح كبير جدا في الأطباء. الآن هنالك مشكلة كبيرة جدا في قطع الخدمات الأساسية من المياه، من مياه الشرب والكهرباء. الآن هنالك العديد من الأحياء بوسط الخرطوم وشرقها وجنوبها تكاد تكون خارج عن هذه الخدمات الأساسية. الآن الوضع الإنساني هو الوضع الخطير الخطير الخطير. طيب سيد محمد، بأنك تتكلم عن الوضع الإنساني وحضرتك تكلمنا من الخرطوم، هل نستطيع أن نعرف منك إن كنت تستطيع ربما الوصول إلى احتياجاتك الأساسية، إلى السلع الاستراتيجية كالماء والخبز، النزول ربما إلى الشارع أو الذهاب إلى أحد يعني المحلات اللي تستطيع الشراء منها هذه السلع الاستراتيجية؟ هل هذا متاح اليوم من المنطقة اللي أنت تحدثنا منها؟ الآن تم إغلاق كل المنافذ وكل المعابر وكل الجسور وكل الطرقات. المواطنين ما زالوا عالقين في منازلهم ولا يستطيعون الخروج لشراء حاجياتهم الأساسية. أيضا هنالك بعض المعلومات التي ترد إلينا من حين والآخر بأن هنالك شح في هذه الخدمات الضرورية، شح في هذه السلاح، وربما تنعدم في الفترة القادمة بالذات ما يختص بالقمح والخبز والأرز وكل المواد الغذائية، لأن الضغط عليها سيكون كثير جدا إذا أتيحت فرصة لهؤلاء المواطنين للخروج ولو لساعة من أجل شراء احتياجاتهم. ولاية الخرطوم تحديدا يعيشون فيها حوالي 12 مليون نسمة، وهي أكبر ولايات السودان بحكم أنها هي العاصمة، فبالتالي الضغط السكاني كبير جدا، سيكون الضغط السكاني أيضا كبير على هذه
الخدمات الخدمات الضروريه من ماكل ومشرب. فبالتالي انا الان الازمه الحقيقيه تتمثل في الوضع الانساني. الان المواطن السوداني يعيش وضع انساني حرج جدا، بالاضافه لذلك ايضا قوات الطيران، قوات السلاح الجوي الان غصفت العديد من الاحياء بولايه الخرطوم، وقطعا تاثر فيها اعداد كبيره جدا ما ادى الى خلق الرعب والخوف في اوساط المواطنين. استاذ محمد، يعني في هذه النقطه ايضا القوات المسلحه السودانيه تقول انها لا تستخدم الاسلحه الثقيله حتى الان بشكل كبير خوفا على المدنيين، فبالتالي فكره ان هناك طائرات عسكريه تضرب احياء سكنيه هذا لم يرد في اي من وكالات الانباء حتى الان. لكن قل لي استاذ محمد، يعني المتتبع لسير الاحداث منذ بدايتها منذ يوم السبت الماضي يقول انها او يرى ان هناك استهداف مباشر ربما للخدمات الاساسيه، محطات الكهرباء قصفت، محطات المياه قصفت، انقطعت الخدمه عن المنازل، حتى الآن بالأمس قصف سوق بحري في الخرطوم وسوق كبير أحرق تقريبا بالكامل بما فيه من بضائع واحتياجات أساسية للمواطنين. إذن هناك طرف، وهو الإشارة هنا ربما تكون لميليشيا الدعم السريع بأنها من خطط في البداية لإيقاف هذه الخدمات الأساسية لغرض في نفس الميليشيا، هل هذا التحليل أقرب للواقع الآن في السودان؟ أنا عندما أتحدث عن القصف الجوي بالطيران لا أتحدث عن استهداف أحياء سكنية بعينها، ولكن هم يستهدفون مقرات لميليشيا الدعم السريع، وللأسف هذه المقرات الآن هي في الأحياء الطرفية وقد تكون تتوسط الأحياء الطرفية، ومن أجل القضاء على هذه القوات لربما يتأثر المواطنين، وهذا أمر طبيعي إن لم يتأثر تأثير مباشر بوقوع هذه القذائف في منازله، ولكن يتأثرون التأثير مباشر بحالة الحرب وصوت المدافع والقذائف، هذا حقيقة يثير الرعب ويثير الخوف. الآن هي حرب ما بين الطرفين، لا تستطيع أن تجرم طرف وتترك الآخر، لا تستطيع أن تبرر طرف وتجرم الآخر. في ظل هذه المعركة الكل خاسر، والمواطن هو الخاسر الأكبر. لكن أستاذ محمد، أتحدث الآن عن استهداف متعمد لخدمات أساسية الكهرباء والمياه وبعض الأسواق، من الذي يمكن أن تشير إليه أصابع الاتهام بأنه من خطط منذ الساعات الأولى لتدمير هذه البنيات الأساسية؟ أنا كما قلت لك في السابق، الآن نحن نعيش حالة من الحرب وفي حالة الاقتتال والحروب وتبادل الاتهامات، من الصعب جدا أن تحدد من الذي قام بهذه الفعلة ومن الذي تبرأ من هذه الفعلة. كل طرف يدعي بأنه لم يحرق الأسواق، كل طرف يدعي بأنه لم يروع المواطنين، كل طرف يدعي بأنه هو الوصي وهو الحنين وهو الذي يقدم وهو الذي يحتضن المواطن ويقدم له الخدمات. في ظل هذا الظرف من الصعب جدا أن تقول هذه القوات فعلت هذا وهذه القوات تركت ذاك. فبالتالي هذه حرب، وهذه الحروب معروف فيها خاسر وفيها رابح وفيها خاسر، ولكن هذه الحرب تحديدا لا فيها رابح ولا فيها خاسر، الخاسر الوحيد هو المواطن السوداني. نعم، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. هاتفيا من الخرطوم محمد عثمان الرضي الكاتب الصحفي على كل هذه المعلومات. انعكاسات سلبية عديدة على نواحي الحياة في السودان جراء التطورات الأخيرة. زميلة رغدة منير تستعرض لنا مشهد الأوضاع الإنسانية في السودان. أهلا بكم. واقع إنساني صعب يعيشه السودانيون على وقع التوترات والاشتباكات الأخيرة في السودان، وواقع ميداني صعب من مهمة عمل المنظمات الميدانية. إذن يعيش السودان أوضاعا إنسانية صعبة في ظل النقص الحاد في المواد الغذائية ونفاد الإمدادات الطبية، وفاقمت التطورات الحالية من خطورة الوضع الإنساني ما دفع الهيئات الدولية إلى الدعوة إلى وقف عاجل لإطلاق النار. هذا هو ما نتابعه في هذا العرض. الأمم المتحدة أكبر هيئة دولية وعلى لسان أمينها العام أنطونيو غوتيريش نددت بما يجري من أعمال عنف في السودان، وقالت إن الوضع الإنساني هناك محفوف بالمخاطر وأصبح كارثي، وأشار إلى أن تصعيد القتال سيخلف آثارا كارثية على المدنيين ويفاقم الوضع الإنساني. في السياق ذاته أكد مارتن جريفيث
الأمين المساعد للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن أعمال القتال الدائر بالسودان يزيد من الأوضاع الإنسانية المتردية، وأشار إلى أن 16 مليون سوداني يشكلون نحو ثلث عدد السكان في البلاد بحاجة إلى المساعدات الإنسانية العاجلة. أما المبعوث الأممي إلى السودان فولكر بيرس فأوضح من جهة أن المنظمة الدولية تبذل جهودا مضنية لإدخال المساعدات إلى السودان، كما ناشد طرفي الصراع في البلاد إلى وقف إطلاق النار لإتاحة الفرصة لإغاثة ملايين السودانيين الذين هم في أمس الحاجة إلى المساعدات الإنسانية، كما طالب السلطات السودانية بتوفير الحماية للمدنيين والبعثات الدولية. وعلى صعيد المتصل قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها لا تملك رؤية واضحة عن الوضع في السودان، وأشارت إلى أنها لم تتمكن حتى الآن من تقديم مساعدات للسودان بسبب الأوضاع الأمنية التي تعوق عمل البعثات الدولية وتهدد حياة موظفيها. أما برنامج الغذاء العالمي الذي علق عملياته في السودان بعد مقتل 3 من موظفيه، فقد أعربت المديرة التنفيذية للبرنامج سيندي ماكين عن صدمتها إزاء الأخبار الواردة من السودان، وأشارت إلى أن السودان يواجه نقصا حادا في المواد الغذائية. وأضافت ماكين أن آخر شيء ينتظره السودانيون هو مزيد من الاضطرابات التي زادت من تفاقم الأوضاع الإنسانية هناك. الوضع الطبي في السودان في حالة يرثى لها، حيث أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن الإمدادات الطبية التي وزعت في الخرطوم قبل التطورات الجارية قد نفدت، ولفتت إلى وجود صعوبات تواجه الأطباء والقطاع الصحي في الخرطوم بسبب انعدام الأمن. هو إذن وضع إنساني صعب يعيشه السودانيون، وواقع يصعب من مهمة عمل المنظمات الإغاثية الدولية في السودان وسط تحذيرات بأن القادم ربما إنسانيا يكون هو الأسوأ. حالة من الذعر تخيم على الشعب السوداني منذ أيام مع تواصل القصف والاشتباكات بين القوات المسلحة وميليشيا الدعم السريع، أزمة تنذر بكارثة إنسانية في ظل ارتفاع درجات الحرارة لأكثر من 40 درجة مئوية ونفاد المستلزمات الأساسية وشح الغذاء ونقص المياه إثر تعطل محطات نيلية رئيسية، فضلا عن انقطاع دائم في التيار الكهربائي بأحياء مدنية واسعة بسبب دمار بعض المحولات الكهربائية. أي إنسان عنده مخزون حموية سواء الصحاري أو البراميل الأزمة الصحية تتفاقم مع الحصار الذي فرضته الاشتباكات على المراكز الصحية وتدهور أوضاع العديد من المرضى وسط تحذيرات من تفشي الأمراض المعدية. وفي ظل تصاعد العنف يجد المواطنون في السودان صعوبة في الحصول على احتياجاتهم الأساسية التي تمكنهم من البقاء على قيد الحياة، فالطرق مغلقة والمحلات التجارية مدمرة والأسواق منهوبة، مأساة حذرت منها الأمم المتحدة واعتبرتها نكسة مدمرة، لا سيما في ضوء استهداف موظفي برنامج الغذاء العالمي ما يهدد استمرار جهود الإغاثة وتقديم يد العون للشعب السوداني.
ما الذي يحدث في السودان؟ بدأت التوترات بمهاجمة ميليشيا الدعم السريع لقواعد الجيش السوداني، مع إطلاق عناصر ميليشيا الدعم السريع النار في أنحاء متفرقة من البلاد. في بادئ الأمر حاولت بعض الأحزاب والتيارات السياسية احتواء الوضع عبر الدعوة إلى التهدئة، لكن من دون استجابة من جانب ميليشيا الدعم السريع. مع توالي الأحداث تدخل الجيش السوداني لاحتواء حالة الهلع التي تسببت فيها ميليشيا الدعم السريع. سيطر الجيش بالفعل على مقر رئاسة ميليشيا الدعم السريع. وفي اليوم الثاني من هذه التوترات نجحت القوات المسلحة السودانية في إحكام السيطرة على أكبر قاعدة للميليشيا في كراري، مع نجاحها في السيطرة على مقرات الميليشيا في بورت سودان وكسلة والجدارف. سرعة التحرك والحسم من جانب الجيش السوداني تأخذنا للتساؤل حول موازين القوى بالنسبة للقوات المسلحة السودانية وميليشيا الدعم السريع. القوات المسلحة السودانية تمتلك نحو 150 ألف جندي، من بينهم 100 ألف من القوات العاملة و50 ألفا من قوات الاحتياط. بالحديث عن القوات الجوية، فإن الجيش السوداني يمتلك 191 طائرة، من بينهم 45 مقاتلة و37 هجومية و12 طائرة تدريب و25 طائرة شحن عسكري. أما بالنسبة للدبابات فالجيش السوداني يمتلك 170 منها، كما يمتلك 6967 مركبة قتال. بخصوص القوات البحرية فالجيش في السودان يملك 18 قطعة بحرية. وأخيراً يمتلك من راجمات الصواريخ الميدانية 40 راجمة، فضلاً عن مدفعية تصل إلى 339 وحدة. على الجانب الآخر فإنه ليس هناك تقديرات رسمية لعدد عناصر ميليشيا الدعم السريع، وهو ما يمثل واحدة من بين إشكاليات التفاوض الخاصة بالدم، إذ لم يتم الإفصاح عن العدد الفعلي لعناصر هذه الميليشيات. بالنسبة للحجم التقديري للقوة القتالية داخل ميليشيا الدعم السريع، فإنه من المتصور أن يتراوح ما بين 25 إلى 30 ألفاً. يميل الوزن العسكري بالطبع لصالح الجيش السوداني كماً ونوعاً. تعد القوات الجوية عامل حسم في أي صراع، كما يتم التركيز كذلك على أسلحة المشاة والمدفعية لإحكام القيادة والسيطرة. لضمان بناء جيش وطني واحد يحافظ على أمن واستقرار البلاد. وإذا مع استمرار المعارك لليوم الخامس على التوالي بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع، لا سيما في محيط مقر القيادة العامة وسط الخرطوم، أوضح الجيش سبب عدم حسمه المعارك بعد. أكد أيضا أن قوته كانت بإمكانها حسم المعركة بضربات جوية خلال ساعات، لكنه شدد على أن الأولوية بالنسبة له تكمن في حفظ أرواح المدنيين، لا سيما أن للدعم السريع قواعد وسط الأحياء السكنية. كما أضاف قائلا في بيان أنه كان من السهولة بمكان ضرب تجمعات المتمردين بالقوات الجوية داخل تمركزاتها بوسط الخرطوم والقضاء على التمرد في ساعات، لكن لا يمكن للقوات المسلحة أن تسلك هذا المسلك وتضع حياة المواطنين على المحك. إلى ذلك جدد الدعوة إلى أفراد الدعم السريع من أجل تسليم أنفسهم لأقرب وحدة عسكرية والخروج من حالة التمرد هذه بعد أن تعهد سابقا بسلامتهم.
أكد المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية أن الجيش مستمر في تأمين مبنى القيادة العامة وأداء مهامها. أشار المتحدث إلى أن ميليشيا الدعم السريع لم تتح الفرصة لتنفيذ الهدنة، مؤكدا أنها قامت بخروقات في الخرطوم ومروي. كما قالت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية إن ميليشيا الدعم السريع قامت بخرق الهدنة التي اقترحتها أطراف دولية، مؤكدة أن مناوشاتها لم تتوقف في محيط القيادة العامة للجيش. هذا وذكرت القوات المسلحة السودانية في بيان أن الموقف العام مستقر باستثناء مناوشات محدودة في محيط منطقة القيادة والمطار. وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية إن المرحلة الثانية لعمليات تأمين المناطق المحيطة بالقيادة العامة وصولا إلى وسط الخرطوم بدأت. كما أشار البيان إلى هروب ميليشيا الدعم السريع من مطار مروي ومحاولتهم القيام بأعمال سلب ونهب بالمدينة، ما استدعى التعامل الحاسة من القوات الجوية وتكبدهم لخسائر فادحة. كما أضاف أن هناك معلومات دقيقة ومؤشرات قوية بتورط أطراف إقليمية ومحلية سيتم الكشف عنها في الوقت المناسب. وقد قام الجيش السوداني ببث فيديو يوضح خروج مسيرة كبرى في ولاية النيل الأزرق لمناصرة ودعم القوات المسلحة في عملياتها العسكرية ضد ميليشيا الدعم السريع. هذا وأعلن الجيش السوداني في بيان له عن قيام رئيس دائرة التدريب بميليشيا الدعم السريع اللواء ركن محمد أحمد عباس أنور ناصر بإنهاء انتدابه وتسليم نفسه لسلاح الإشارة وانضمامه للقوات المسلحة السودانية. نتابع المزيد الآن مع ضيفنا عبر الهاتف من الخرطوم سيادة اللواء بدر الدين عبد الحكم الباحث في الأكاديمية العليا للدراسات الأمنية والاستراتيجية. سيادة اللواء نرحب بك بداية. الآن هناك ربما حديث عن إعادة تموضع القوات المسلحة السودانية في بعض المناطق، وربما تكون هذه بداية لعملية حاسمة حسب ما قال مراسلنا الآن في الخرطوم. برأيك كيف يمكن أن تدار الأمور في الفترة المقبلة وصولا إلى حسم لهذه العملية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، التحية للاستديو، التحية للشعب المصري الشقيق والأشقاء في العالم العربي. الحقيقة ميليشيا الدعم السريع طبعا تفقد السيطرة
يعني بعد الخرق لعدد الزيادات والحديث عن اصابته يعني الان يعني ما لا يوجد التزام حقيقي بوقفه الغمار وهناك فروعات عديده قامت بها هذه الميليشيا لان لا يوجد اتصال حقيقي بين هذه القوى المشتته في كل الخرطوم والتي تمارس النهب والسلب والكسب والقتل وفي داخل القرى والارهاب في كل الاحياء احياء الخرطوم خاصه احياء جنوب الخرطوم. حقيقه هذا اليوم ما قاموا بالهجوم في شرق المطار ولكن تم التصدي لهم وتم تدمير عدد كبير من العربات وانسحبوا جنوبا بعد هذه العمليه. القوات المسلحه حقيقه مسيطره على الموقف لكن هذه الميليشيا منتشره انتشار واسع جدا داخل الاحياء في حي العمارات في حي الامتدادات في حي الكويت في حي شمال حي الضواحي الثلاثه عندما تصعد مكان القوات الجويه ان تطرف هذه القوات حتى ان بعض المضافات مدعم داخل بعض المنازل وكانوا يعني يجعلون منهم كأسرى حتى لا تضربهم القوات المسلحه. القوات الدعم السريع هي تعاني معاناه شديده من العمليات اللوجستيه، عدد كبير من العربات تركت لانه لا يوجد وقود ولا يوجد ذخائر ولا يوجد اكل وعدد كبير من المهاجرين الموجودين في الخرطوم والمحصورين في الخرطوم هم اغلبهم من التشابيين من النيجر. يعني امس رفضت الحكومه التشابيه عن 50 عربيه عرضا للسودان وجد ان اغلبهم من العرب تشاد وعرب النيجر. حقيقه القوى الموجوده في الخرطوم تعاني معاناه شديده جدا من الضربات الجويه. والان المرحله اليوم في العمل العسكري انتهى والان بدات القوات المسلحه في عمليه تنشيط على طول جنوب الخرطوم حتى تفرض السيطره تفرض الامن والقانون في هذه المنطقه والان الحديث عن اي حديث عن استطلاع النار يريد ان يعطوا هذه القوى مساحه لتتمدد ومساحه انها تجمع انفاسها ومساحه للبحث عن ذخائر وهنالك معلومات مؤكده بان حفتر يريد ان يدعم هذه القوة وهنالك طائرتان انتروف نزلت في الكفرة وعدد من العرب حملت على طيب سياده اللواء دعني انتقل معك لنقطه ايضا في غايه الاهميه. كان معنا ضيفنا منذ قليل استاذ خالد الفكي وقال بانه ربما قد يكون الحل الاقرب هو في مقاربه بين حمدتي والبرهان. اي شكل ممكن يعني ان تحملوا هذه المقاربه؟ كيف يمكن الوصول لهذه المقاربه بين الرجلين مع ربما يعني فشل كل الوساطات اللي تمت حتى الان؟ القوات المسلحه يعني كثير الفتره الماضيه لم ترفض اي تقارب ما بين الحريه والتغيير والتزامت كان بالعمليه السياسيه، لكن كان هناك شروط غازية جدا وضعها حميدتي لانه يرتكز على بعض الدعم الخارجي، هي يرتكز على بعض الدعم الاسلحي والعسكري الخارجي، كان هنالك الاختلاف حول الدمج والتسريح. كان يتحدث عن ان يدمج بعد 11 سنه وانه تدمج بعض الاستفزازات انه تدمج القوات المسلحه في داخل الدعم السريع وانه القوات المسلحه كان حديثها واضح الدمج لا يمكن ان توجد جيشين في بلد واحد لانه اذا حدث انه انكسرت القوات المسلحه يتحول السودان الى بؤره للارهاب في كل دول الجوار لذلك انا افتكر من مصالح دول الجوار ان تسعى الى الاسناد السياسي والاسناد العسكري للقوات الشعب المسلحه حتى تقضي على هذه الميليشيات التي تمولها اكثر من امكانياتها هي امور غزيره هي شركه بتاعت ال دبليو او عندما تحدث القوات المسلحه عن الدمج والتسريح وحتى كانت واضحه جدا انه اذا لم يجد الدمج والتسريح لا يوجد عمليه سياسيه مع التزام التام للحريه السياسيه، لكن الدعم الخارجي من احدى دول الخليج وليس ذلك تفكيك القوات المسلحه هو الذي اغرى هذا غايه الدعم السريع الى 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 هذا الى هذا الهجوم على الغايه. طب تفسيرة اللواء بدر الدين الان تتحدث عن ربما عمليات تمشيط تقوم بها القوات المسلحة بعد أن قامت بتوجيه ضربات عسكرية مركزة لتجمعات ميليشيا الدعم السريع، تعتقد أن النهاية ستكون حرب شوارع لأن هؤلاء ينتشرون كما تفضلت في الأحياء السكنية وخاصة الأحياء السكنية المكتظة بالسكان يستخدمون بعض الأماكن كدروع بشرية، هل تعتقد أن في النهاية سنسير في اتجاه سيناريو حرب الشوارع؟
والان هم الان هم يعني منتشرين داخل الشوارع. لكن اي حديث عن الدولتين او موازي تتوازى القوات المسلحه مع الدعم السريع مرفوض على الاطلاق، مرفوض على الاطلاق، مرفوض على الاطلاق، لانه هذا اذا وجد قوتين معناته وجود حزب الله زي حزب الله في جنوب لبنان او الحراك الجنوبي في اليمن او حتى في موجود في ليبيا، مرفوض على الاطلاق. اذا كانت حرب شوارع من القوات المسلحه تتصدى لهم، الان حراك ضخم جدا من الشعب الشبابي الشعب السوداني اللي تبغى القوات المسلحه، القوات المسلحه الان لوحدها غادر هنا سيطره على إذا تدخلت الدولة المصرية في غاز تدخل أكثر بعض الدول العظمى اللي تعرفها الأخوان في مصر في دعم هذه القوى، لأن هذه القوى الآن تتفكر، الآن يتركون العربات ويهربون في سنة المغرب يهربون، لأن أغلبهم لا يعرفون حتى طرق الخرطوم، أغلبهم يبحثون عن الهروب من الخرطوم. أي حديث عن أنه يساوي بين القوات المسلحة والدعم السريع هذا يريدون أن يسقطوا القوات المسلحة، لأن ميليشيا من حيث التدريب ومن حيث التأهيل ومن حيث العلاقات الدولية لا تسوي شيء، حتى إن وعدتها كلهم أميين، يعني ليس إلا الأميين يتولوا السلطة في السودان. أنا أعتقد أنه القوات المسلحة في طريقة لعصمها أولاد يريدون الآن أن يتحدثوا عن 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 الوضع الإنساني، الآن الحرية والتغيير يضربون مع بعض المواقع عن محطات المياه ومحطات الكهرباء، حتى انه يعملوا في جمع محدث من التجمع عدد من المنظمات الدوليه ليتحدث عن التدخل الانساني في السودان. الحكومه السودانيه استجابت لوقف اطلاق النار لاسباب ثانيه ليس للتعامل السريع، لكن الاسباب الثانيه حتى يعطوا مكانات للمواطنين اللي يذهبوا للمستشفيات ويذهبوا ياخذوا اشياء، لكن الشيء الموجب الان هو في الدعم السريع من المواطنين. نعم طيب سيادة اللواء، يعني في ظل التطورات الأخيرة والمعطيات اللي حضرتك ذكرتها، في ظل أيضا اتساع ربما رقعة الاشتباكات لتطال مناطق ومدن أخرى حتى خارج الخرطوم، يعني في ظل كل هذه التداعيات على المجتمع السوداني وعلى الداخل السوداني وربما على الإقليم، إلى أي مدى ربما اليوم لملمة البيت الداخلي السوداني من الداخل يعني أصبح ضرورة ملحة حتى لا تنزلق الأمور إلى مآلات ربما وإلى يعني مآلات أكثر خطورة ربما؟ طيب معروف انه القوات المسلحه في 18 ولايه حتى مسحتهم كائن القوات الدعم السريع في 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 بورسودان تم حسمهم، في كسلا تم حسمهم، في الجبارج سلموا، في الدمازين سلموا، في الجزيره سلموا، في فوق سلموا، في كادرز سلموا عرباتهم ومواضيعهم وسلموا كابرات، في مبيض صارت هنالك عمليات استقتال وتم سحقها، في ميانة تم سحقها، الآن حتى الفاجر في شمال دارفور تم سحق العمليات، تم سحق مع الدعم السريع، الآن لا يوجد قتال في كل السودان إلا في منطقتين، في منطقة مروي لأسباب، السبب الأول الضغوط مروي ومنطقة أخرى سيادة اللواء؟ مروي والخرطوم؟ اليوم القتال هو فقط في مروي، نعم تفضل، في مروي أين؟ مروي سعوة أمس، سعوة القوات المهاجمة، والهدف الأساسي يريدون أن يستلموا مطار مروي لسببين، لتأثير الذخائر والمطارات للطائرات ضد من ليبيا من حتى قبل يومين من انطلاق العمليات العسكرية أو الانقلاب في الخرطوم، فالصادق أو الصديق حسن دار الخرطوم تحت دعوى بانه تعين يعني عين مستشار رئيس فخري لنادي المريخ، فانتقل مباشره بحميدتي والتزم بانه سوف يرسل له عدد كبير من المطافات، وبالفعل عندما عجز عن استلام مدير هذا المطار مروي لثلاث عمليات اخيره امس تم سحقهم سحقا كاملا، عندما سجلوا الان هنا عندما تحدثت طائرتان الجنوب وصلت الى الخفرة والان حملت في 93 عربة وهي الى داخل السودان في انتظار من الصحراء حتى هنا تطرق للغوار الجوية. في الخرطوم كل غوائدهم داخل الخرطوم ضربت، في طيبة ضربت الغوار في طيبة، المالية من هذه الغوار
انتقلت الى 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 شمال الى جنوب المطار. القطر الجمهوري بشكل يعني حتى القطر الجمهوري الحديد الذي يديرونه ظنهم اضطرب القطر الجمهوري هذه معلومات غير صحيحه، لان الحميدتي اي حراسه الحميدتي ينتقل بها لاجيره او لاحد منازله ما بين 50 الى 75 عربيه لاند كروزر مسلحه بمطاطات وجيشات. صار القطر الجمهوري في الغرب نفسه كان حوالي 45 عربيه لاند كروزر تم ضربها وسحقها امس وخرجت من تم تحرير القطر الجمهوري. اليوم في غرب من المطار وغرب المطار وغرب القياده العامه بجوار هذا الامر منذ الوحده الزوجيه. نعم. 75 عربيه لاند كروزر عم تم سحق ال 75 لاند كروزر ودمرت وهرب عدد كبير منهم على ارجلي. في الغرب من كوبر في كوبر تجد له الزوجه الثانيه وعنده حوالي 65 عربيه تم ضربها وسحقها في الغرب من النيل الازرق كوبري كوبر تحت كوبري مباشره من الناحيه الغربيه. في جبره عند زوجة الثالثة عنده حوالي 65 تم سحقها وسحقها وتدميرها وعدد كبير من الذين نجوا قرب ارجلهم. الكثير من المعلومات كانت تعطف غلط عن انه قوات الدعم السريع تحتل الوطن الجمهوري او تحتل الاذاعه، حتى القوات التي كانت في الاذاعه حوالي ثمانيه عربات كانت موجوده قبل 4 سنوات. وقبل قبل المحاوله في عدد 20 عربيه اصبحت 28 عربيه أخذوا المذيعين. ونفس الكلام سيادة اللواء يقال عن محيط الإذاعة والتلفزيون، هناك أيضا عربات للدعم السريع كانت موجودة في السابق، ومحيط الإذاعة والتلفزيون محيط شاسع يعني لا يمكن السيطرة في النهاية على المبنى إلا بصعوبة. لكن سيادة اللواء وأنت خبير أمني وعسكري، في مثل هذه التجارب لوجود ميليشيا توصف الآن بالمتمردة من قبل الجيش السوداني، ألا يخشى مستقبلا إن لم يتم استيعاب هذه الميليشيا بشكل كبير داخل صفوف القوات المسلحة أن تتحول ربما إلى تنظيمات عنقودية مع رئاسات أصغر أو رئاسات مختلفة، وتكون في النهاية مشكلة متناثرة في الجغرافيا السودانية، فبالتالي حسم استيعاب هذه الميليشيا قد يكون هدفا مهما الآن قبل استفحال وجودها أو انتشارها بشكل عشوائي في الجغرافيا السودانية؟ اولا هذه الميليشيا تنتسب الى فرع من فرع من اقرى الرزازات قبيله الرزازات العربيه الضخمه الموجوده في دارفور والتي تبلغ 3 مليون وهي حتى زعيم هذه القبيله طلع باخر بيان وتحدث بانه تبرؤوا منها وتبرؤوا من غايده ومجلس القبيله التقوا به وقالوا لا يمكن تسجل بابناء القبيله عمليات ضد القوات اللي تمنعها، يعني بانه فرع القبيله من فرع حميدتيه او لاتغلو هي معزوله الان عن القبيله الاساسيه، لانه عدد كبير جدا من قبيله الرزازات الان موجودين في القوات المسلحه هذا كبار. نعم الان عدد كبير جدا منهم سلموا حوالي 10 الى 12 الف سلموا، اغلبهم لا يريدون القتال، اغلبهم لا يريدون القتال، يعني في شمال الخرطوم في معسكر الزيدي تسلم حوالي 8 وفي المعسكرات المختلفه حوالي كل المعلمين تسلم حوالي 12 والان اعداد كبيره جدا منهم موجوده في المساجد، اخبروا وكذبوا انهم سينقلوا الى الخرطوم من تبعدهم الى اليمن، يعني اليمن التبعدين الى اليمن كان يجب المفكر بتجنيد الشباب من القبائل العربيه ومن الوسط ومن الشمال ومن الشرق، لانه اغلب الشباب عن العمل عندما يتحدث عن انهم يذهبون الى السعوديه او اليمن. طيب دعني اسالك في نفس النقطه. نعم سيادة اللواء، دعني أسألك أيضا في نفس النقطة اللي سألك عنها الزميل أحمد، ولكن هذه المرة يعني عندما تتوقف هذه الأزمة بشكل أو بآخر بطريقة أو بأخرى، هل هناك صيغة سياسية ربما يعني من المفترض أن نفكر فيها؟ هل الشركاء اليوم إن كان المكون العسكري أو المكون المدني من الممكن أن يبقيان شركاء بعد انتهاء الأزمة أو في المرحلة القادمة، أم يعني يجب الوصول إلى صيغة مختلفة تماما إلى إعادة النظر ربما بالأمر برمته؟ بالطبع أن سيد ريدي يتكلم
بانه التزم بالعمليه السياسيه وارجع للعمليه السياسيه وللتحول الديمقراطي العيني. لكن كان الميليشيا الدعم السريع كانت سبب في انها تقسم الشارع السياسي، رفضت اكبر الاحزاب ورفضت التحدي الديمقراطي بقياده المرغني، رفض وهناك احداث كثيره جدا حدثت انه حاولوا يشقوا هذا الحزب اربع احزاب بعد دفعت لهم ملايين الدولارات حتى اذن المرغني تم شرده من الحزب، لكن هو هذا الحزب ملايين منهم ملتزمين بالعمليه السياسيه ملتزمين بولائهم العقائدي ولائهم السياسي لحزب التحدي الديمقراطي. انهم القياده ملتزمه بالعمليه السياسيه لكن في اطار اوسع، وهناك امثله في عبر التاريخ من قبل ثوره 65 وثوره 85 كانت فتره انتقاليه محدوده لمده عامين وبعدها يدخل المجموعه يدخل العمليه السياسيه الى 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 عمليه انتخابات مباشره ويكون الفيصل فيها تنتظر الانتخابات. لكن هؤلاء الشرذمه الذين يعني لا يساوون 3% من الشعب السوداني والذين ارتبطوا بدوله خارجيه يريدون ان يسيطروا على العمليه السياسيه لوحدهم تحت ضغط الدعم السريع. كثره الدعم السريع وخروجه من العمليه السياسيه العمريه السياسيه يسمح للاتحاد الديمقراطي وحزب الامه وكل الاحزاب السياسيه للمشاركه في العمليه السياسيه، لانه عدم المشاركه في العمليه السياسيه يعني انقلاب عسكري. كل الاحزاب التي عذرت من العمليه السياسيه الحزب الشيوعي سنه 65 غيرها من الاحزاب الاسلاميه 85 هي عذره لم تصل الى دفعه دي الى مش الى 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 الدفع الى مشاركه زي انقلاب عسكري. حفاظا على القوات المسلحه وتماسكها لابد ان تكون العمليه السياسيه مفتوحه لكل الاحزاب السياسيه دون عز اللاعب فتره انتقاليه محدوده او الذهاب مباشره لتراتيج الانتخابات. أشكرك جزيل الشكر ضيفنا من الخرطوم سيادة اللواء بدر الدين عبد الحكم الباحث في الأكاديمية العليا للدراسات الأمنية والاستراتيجية، شكرا جزيلا لك. وإذا تتجدد الاشتباكات في محيط القيادة العامة للجيش السوداني نظرا لأهميتها الاستراتيجية ولما تضمه من مقار عسكرية سودانية مهمة، المزيد في سياق العرض التالي. إذن مشاهدينا ما زلنا متواصلين معكم في هذه التغطية المستمرة والمباشرة على قناة القاهرة الإخبارية عاصمة الخبر. مع تصاعد حدة المواجهات بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع برز العديد من المطارات التي كانت محور قتال بين الطرفين. الزميل أيمن الحويزي تضعنا في مزيد من التفاصيل حول هذه المطارات. إذن منذ بداية الاشتباكات بين القوات المسلحة السودانية وميليشيا الدعم السريع صارع الطرفان إلى فرض السيطرة على عدة مناطق من أهمها ثلاث مطارات استراتيجية.
مطار الخرطوم الدولي ومروي في شمال السودان والأبيض في شمال كردفان غرب البلاد. مطار الخرطوم. افتتح مطار الخرطوم الدولي في عام 1947 ويقع في قلب العاصمة متاخماً للسور الجنوبي للقيادة العامة للجيش، يشكل منفذاً لنحو 95% من حركة الطيران الخارجية، ويحتوي على قاعدة جوية كبيرة ملحقة به. مطار مروي يتميز بأهمية استراتيجية عسكرية، ويقع بالقرب من خزان مروي الذي يعد أحد أكبر السدود التي يعتمد عليها السودان في الري وفي الكهرباء، يقع في الولاية الشمالية ويعد ميناء جويا يربط بين دول أفريقيا والخليج وأوروبا، ويزود الطائرات بالوقود، وقد صمم على مواصفات هبوط وإقلاع الطائرات الضخمة. يبلغ طول مهبط الطائرات قرابة 4 كيلومترات وعرضه 60 مترا، والمساحة الكلية للمطار تبلغ 18 كيلومترا مربعا بطول 6 كيلومترات وعرض 3 كيلومترات. مطار الأبيض يقع في مدينة الأبيض على بعد 450 كيلومترا غرب الخرطوم، يكتسب أهمية استراتيجية، تعد مركزا لقوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في منطقة أبيه، ويعتبر منطقة وسطى بين الخرطوم ومعظم مناطق دارفور التي يتركز فيها عدد من الحركات من دارفور المسلحة. تشكل الخرطوم بؤرة أساسية في الاشتباكات الجارية في السودان، المزيد نتابعه في هذا العرض التالي. تمثل مدينة مروي ثقلا أمنيا واستراتيجيا بالغ الأهمية، حيث تضم مطارا عسكريا وآخرا مدنيا، وتوجد بها قاعدة جوية. المزيد أيضا في هذا العرض التالي. We'll be right back.
مع تصاعد حدة المواجهات بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع، أطلقت العديد من الأحزاب المدنية والقوى السياسية في السودان عدة مبادرات لوقف القتال. رصد مواقف تلك الأحزاب والقوى السياسية نتابعها مع الزميل أحمد بشتو. أحمد، يعني موقف القوى السياسية والأحزاب السياسية ربما في السودان هي كلها على كلمة واحدة، رأي واحد، هو وقف إطلاق النار، العودة إلى طاولة المفاوضات وأيضا المسار السلمي. لو تشرح لنا يعني كل هذه المواقف. بالفعل ليس هذا ما سأستعرضه حالا الآن مشاهدينا. إذن في إطار هذه التغطية ومنذ اللحظة الأولى للأزمة السودانية يوم السبت الماضي، يبدو أن المعادلة الصفرية هي سيدة الموقف. كل طرف من طرفي الأزمة ربما يحاول التمسك بموقفه حتى النهاية وحتى حسم المعركة لصالحه، ورغم الوساطات الدولية التي تتراءى لحظة بلحظة منذ بواكير هذه الأزمة. لكن الآن سنركز على الشأن الداخلي السوداني، كيف تتحرك المكونات السياسية السودانية لرأب هذه الأزمة. إذن بعد أيام من التوتر المتصاعد بين طرفي الأزمة في السودان، اتفقت الأحزاب والقوى السياسية السودانية على الدعوة إلى الإنهاء الفوري للقتال وإطلاق النار، لكن مواقفها تباينت بشأن الرؤية لسبل معالجة تلك الأزمة. حزب الأمة القومي السوداني مثلا شكل غرفة عمليات طارئة للتعامل مع الأوضاع الراهنة، ودعا في نداء عاجل له قيادة القوات المسلحة السودانية وميليشيا الدعم السريع إلى ضرورة إعمال صوت العقل بالعمل على الوقف الفوري لإطلاق النار، ومقترحا تكوين لجنة مشتركة من القوات المسلحة وميليشيا الدعم السريع للانتقال إلى الهدنة ومنع انفلات الأوضاع الأمنية بشكل كبير عما هو موجود الآن. هذا إذن موقف. من جانبه ناشد حزب الأمة السوداني القومي الدول الصديقة والمجتمع الدولي لمنع أي شكل من أشكال التدخل الأجنبي في البلاد والمساعدة في وقف الاقتتال بين الجانبين. هذا موقف آخر. قوى الحرية والتغيير في السودان قالت من جانبها إنها لم تقبل بنتائج الحرب أيا كانت، ودعت قوى الثورة المدنية إلى التعبئة لإعلان الإضراب السياسي والعصيان المدني الشامل. كان هذا إذن موقف الحرية والتغيير. أضافت قوى الحرية والتغيير أيضا في بيان لها أنها بالرغم من التباينات في الرؤى السياسية، إلا أن القوى السياسية كافة متحدة تماما حول الموقف المناهض للحرب ولاستمرارها، كما حمل البيان أطراف الحرب المسؤولية كاملة عن أي انتهاك لحقوق الإنسان. أما تجمع المهنيين السودانيين فطالب من جانبه بتماسك كل فئات المجتمع السوداني، في مقدمتها قوى الثورة، لمحاصرة وعزل كل محاولات الدفع بالبلاد إلى هاوية الاقتتال الأهلي. ناشد التجمع كل من سماهم رفاق الكفاح في لجان المقاومة والتنظيمات المهنية وكل القوى الثورية الأخرى أن تعمم رسائل التأكيد على سلميتها وعدم انخراطها في أي أعمال عدوانية، وأنها ستكون لجانا لحماية السلم والتعاضد الاجتماعي في أحيائها، ولن تستجيب حسب تعبيرها لأي محاولات أو إغراءات لجرها لأي شكل من أشكال العنف. وجه التجمع إذن نداء إلى الكوادر الطبية والصحية في مدن العاصمة الخرطوم الثلاث، الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري، التوجه إلى المستشفيات والمراكز الصحية وتقديم المساعدات والخدمات الطبية اللازمة. من جانبه دعا تحالف التغيير الجذري جميع المواطنين إلى الالتزام بمنازلهم وعدم التحرك إلا للضرورة. كذلك أصدرت القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري بيانا دعت فيه قيادة القوات المسلحة السودانية وميليشيا الدعم السريع إلى وقف الاشتباكات وتجنيب البلاد شر الانزلاق لهاوية الانهيار الشامل، مؤكدة أن هذه اللحظة مفصلية في تاريخ البلاد وهي كذلك بالفعل، وتتطلب الحكمة والتعقل ووضع الوطن أولا وأخيرا في المقدمة. أوضحت أنها سعت لدرء الفتنة وتجنيب البلاد ويلات الحرب بلقاء مع القائد العام للقوات المسلحة السودانية تم التوصل فيه لتشكيل آلية لتخفيض التوتر. إذن هذا كان استعراض المواقف أبرز القوى السياسية من الأزمة الراهنة في السودان. إذن للاس يعني هذا الأمر ربما يتحرك تباعا، وهو بالفعل متحرك مع
تطورات الأزمة الداخل السوداني إذن له دور ربما أو يجب أن يكون له دور في حال حالة هذه الأزمة أو في تقريب وجهات النظر؟ يعني كما ذكرت هناك العديد من المبادرات اللي أطلقتها ربما القوى السياسية والأحزاب ربما لتخفيض وخفض التوتر والمشهد المتوتر اليوم على الأرض، نأمل أن تأتي هذه المبادرات بأكلها يا أحمد. الآن مشاهدينا بالعودة إلى سياق هذه التغطية وبعض الأخبار الموجودة معنا في تقريبا يعني الوضع الصحي في السودان، نقابة أطباء السودان أعلنت عن ارتفاع عدد الضحايا المدنيين منذ بدء الاشتباكات بين القوات المسلحة السودانية وأيضا ميليشيا الدعم السريع إلى نحو 175 شخص. أيضا أشارت النقابة السودانية إلى أن عدد المصابين جراء المواجهات تخطى 1040 حالة بين المدنيين. أيضا فيما يتعلق بالوضع الصحي المتدهور في السودان، المستشفيات هناك تواجه تحديات كبيرة في ظل الأوضاع الأمنية الخطيرة والاشتباكات العنيفة التي يشهدها السودان. نتابع. ما بين قصف جوي واشتباكات عنيفة على الأرض، تبقى التداعيات الإنسانية الشغل الشاغل بشأن الأحداث الراهنة في السودان. المستشفيات لم تسلم من تلك الأوضاع الأمنية الخطيرة، حيث تعاني نفاد الإمدادات والنقص الحاد في الكوادر الطبية وحصار العاملين والأطفال ومرافقيهم منذ أيام، عاجزين عن العودة إلى منازلهم بشكل آمن. لم يتوقف الأمر عند هذا الحد ليشمل خروج عدد من المستشفيات عن الخدمة تماما، إما نتيجة تعرضها للقصف بالمدافع والأسلحة النارية أو لتعذر الوصول إليها بسبب الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي والمياه. استغاثات أطلقها العاملون في القطاع الطبي مطالبين بعدم التعرض للمرافق الصحية والسماح بإخلاء الجرحى وإجراء الإسعافات الأولية الضرورية وفتح ممرات آمنة وتسهيل عمل الفرق الميدانية، كما دفعت المخاوف المؤسسات الصحية إلى إطلاق توصيات للمواطنين بالابتعاد عن النوافذ وضرورة توافر مواد الإسعافات الأولية داخل المنازل لضمان عدم تفاقم الأوضاع الإنسانية والحفاظ على الأرواح. We'll be right back.
انعكاسات سلبية عديدة إذن على نواحي الحياة في السودان جراء التطورات الأخيرة. الزميلة رغدة منير تستعرض لنا مشهد الأوضاع الإنسانية في السودان. أهلا بكم. واقع إنساني صعب يعيشه السودانيون على واقع التوترات والاشتباكات الأخيرة في السودان، وواقع ميداني صعب من مهمة عمل المنظمات الميدانية. إذن يعيش السودان أوضاعا إنسانية صعبة في ظل النقص الحاد في المواد الغذائية ونفاد الإمدادات الطبية. وفاقمت التطورات الحالية من خطورة الوضع الإنساني ما دفع الهيئات الدولية إلى الدعوة إلى وقف عاجل لإطلاق النار. هذا هو ما نتابعه في هذا العرض. الأمم المتحدة، أكبر هيئة دولية وعلى لسان أمينها العام أنطونيو غوتيريش، نددت بما يجري من أعمال عنف في السودان، وقالت إن الوضع الإنساني هناك محفوف بالمخاطر وأصبح كارثي، وأشار إلى أن تصعيد القتال سيخلف آثارا كارثية على المدنيين ويفاقم الوضع الإنساني. في السياق ذاته أكد مارتن غريفيث الأمين المساعد للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن أعمال القتال الدائر بالسودان يزيد من الأوضاع الإنسانية المتردية، وأشار إلى أن 16 مليون سوداني يشكلون نحو ثلث عدد السكان في البلاد بحاجة إلى المساعدات الإنسانية العاجلة. أما المبعوث الأممي إلى السودان فولكر بيرس فأوضح من جهته أن المنظمة الدولية تبذل جهودا مضنية لإدخال المساعدات إلى السودان، كما ناشد طرفي الصراع في البلاد إلى وقف إطلاق النار لإتاحة الفرصة لإغاثة ملايين السودانيين الذين هم في أمس الحاجة إلى المساعدات الإنسانية، كما طالب السلطات السودانية بتوفير الحماية للمدنيين والبعثات الدولية. وعلى صعيد المتصل قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها لا تملك رؤية واضحة عن الوضع في السودان، وأشارت إلى أنها لم تتمكن حتى الآن من تقديم مساعدات للسودان بسبب الأوضاع الأمنية التي تعوق عمل البعثات الدولية وتهدد حياة موظفيها. أما برنامج الغذاء العالمي الذي علق عملياته في السودان بعد مقتل 3 من موظفيه، فقد أعربت المديرة التنفيذية للبرنامج سيندي ماكين عن صدمتها إزاء الأخبار الواردة من السودان، وأشارت إلى أن السودان يواجه نقصا حادا في المواد الغذائية. وأضافت ماكين أن آخر شيء ينتظره السودانيون هو مزيد من الاضطرابات التي زادت من تفاقم الأوضاع الإنسانية هناك. الوضع الطبي في السودان في حالة يرثى لها، حيث أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن الإمدادات الطبية التي وزعت في الخرطوم قبل التطورات الجارية قد نفدت، ولفتت إلى وجود صعوبات تواجه الأطباء والقطاع الصحي في الخرطوم بسبب انعدام الأمن. هو إذن وضع إنساني صعب يعيشه السودانيون، وواقع يصعب من مهمة عمل المنظمات الإغاثية الدولية في السودان وسط تحذيرات بأن القادم ربما إنسانيا يكون هو الأسوأ. طبعا أحمد، يعني استقبلنا العديد من الضيوف، كان معنا مراسلنا من الخرطوم اللي أدلى بالكثير من المعلومات وكثير من التطورات إن كان على الصعيد الإنساني أو حتى في المشهد الميداني في السودان اليوم، خبراء عسكريين واستراتيجيين و
أمنيين صحفيين، يعني كثير من الأحداث وهناك تسارع أيضا ربما في ونحن الأحداث. بالفعل نحاول استمزاج كل الآراء خاصة الآراء الأمنية من قبل منتسبين أو قريبين من القوات المسلحة السودانية، نتحاول تحري الدقة بشكل كبير لا نأخذ إلى البيانات الرسمية الصادرة عن الجيش، هذا هو ديدن القاهرة الإخبارية، وبالتالي تعقيد المشهد وتفاصيله الكثيرة الآن نحاول لملمتها صحفيا على هذه الشاشة. على أي حال هذه التغطية مستمرة مشاهدينا الكرام طوال الساعات المقبلة على شاشة القاهرة الإخبارية للشأن السوداني. أنا بشكرك شكرا جزيلا زميلي أحمد بشتو، بشكر مشاهدينا، كنا معكم على مدار هذه الثلاث ساعات أنا وأحمد بشتو، شكرا جزيلا ونحن بانتظار ربما رغدة منير لتكون معكم في التغطية على مدار الساعات القادمة. إلى اللقاء.